السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي دورة في مهارات النشر في المجلات العلمية الأجنبية اللي هي الـ ISI Journal Muscopus. أنا اسمي مي إبراهيم، أنا أستاذ مايكروبيولوجي في كلية العلوم الطبية التطبيقية ومستشار عمادة التطوير والجودة. فحياكم الله كلكم وأنا أريا الأسامي، أنا عارفة يعني الله يصلح حالكم. دلوقتي التعارف، حضراتكم عرفتوني واكيد انا لما هشوف الاسامي هعرف حضراتكم، ربنا يديكم الصحه والعافيه كلكم ويا رب ينفع بينا. يعني اللي نتوقعه من هذا العرض ايه؟ يعني ليه الناس كلها دلوقتي، كل الناس في المجالات العلميه في كل الجامعات رايحه وبتركز تماما على ان يبقى في نشر دولي؟ ممكن بس نعمل مشاركه صغيره في كده، يعني ليه العرض بتاع النشر الدولي؟ ايه رأي حضراتكم؟ اوكي، هل الصوت واضح؟ اللي نتوقعه من هذا العرض هو الآتي: احنا عايزين نطلع من العرض ده عندنا صورة واضحة جدا لانه يعني ايه نشر دولي وازاي ننشر دولي. ايوه، عشان نرفع تصنيف الجامعة. ممتاز، كل الجامعات دلوقتي تواجدها على الشبكه الالكترونيه او الشبكه العنكبوتيه مين اللي بيجي من النشر الدولي، يعني اسم الجامعه بيطلع وبيعلى وبيتعرف من النشر الدولي. نعرف طرق النشر؟ ايوه ان شاء الله رب العالمين، النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي ننشر. بليز ديفرنشيت بتوين امباكت فاكتور اند اذر ميترز. اوكي اي ويل دكتور. اليات النشر في المجلات المصنفه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا احنا متفقين على انه هذا العرض المبدأ بتاعه عموما هو النشر الدولي. طيب، الأهداف العامة للدورة هو إن إحنا عايزين نعزز دور ومكانة البحث العلمي. أيوه، البحث العلمي بقى حاجة مهمة جدا جدا، وعلى فكرة بقى في جامعات دولية قائمة على البحث العلمي فقط، هي زي جامعة بحثية. دعم ومساندة جهود النشر بالجامعة. جامعة الملك خالد بتعمل جهود جامدة جدا في إنه تشجع الناس على النشر الدولي، ربطتها بمكافآت، ربطتها بمشاريع، عمل الدعم للمشاريع بمبالغ كويسه جدا جدا. سندت الاعضاء هيئه التدريس والعاملين فيها بجهود جامده جدا في النشر، بس علشان الكي كي يو اسمها يبقى متداول على الويب سايت، وان شاء الله ان شاء الله نوصل رانك كويس. مساعده اعضاء التدريس في نشر ابحاثهم ومشاركه ابحاثهم محليا وعالميا. ايوه، احنا لازم نعرف ازاي ننشر بحيث ان احنا نبقى معروفين. اوكي، الأهداف الخاصة بقى بتاعت الدورة دي إيه؟ عايزين نتعرف على إيه هو السومس ساينتفك؟ إيه هو الـ ISI؟ إيه هو الـ Web of Science Database؟ الحاجات اللي إحنا بنسمعها دي عايزين نتعرف عليها. عايزين نعرف إيه هي مهارات النشر الدولي في المجالات الأجنبية؟ يعني إيه هي الفنيات اللي المفروض لما أعملها بحث يبقى قادر لإنه ينشر بشكل سلس؟ عايزين نعرف، لو عرفنا إيه هي المهارات لازم كمان نعرف المشكلات، عشان إحنا لو اتعلمنا المشكلات هنتفاداها. فلازم نعرف ايه هي مشكلات النشر الدولي او النشر في المجلات الاجنبيه، وايه هي التحديات اللي بتقابلنا في المجلات الدوليه. وبصراحه احنا لما بنعرف الحاجات دي فرصه ان احنا نحط بحث قابل للنشر بتبقى اكتر. محاور الورشه، احنا نتعرف على ايه هي الاي اس اي جورنال، اصلا هنعرف ايه هو اختصار الاي اس اي، ايه هي المجلات ذات التصنيفات العالميه وازاي نوصل ليها. يعني مثلا لو انا عندي مجلات مصنفه عالميا ازاي اوصل لها؟ وازاي اعرف ان المجله دي مناسبه ليا ولا لا؟ كمان عايزه اعرف ايه هو معامل التاثير اللي هو الامباكت فاكتور، وايه هم الاذر امباكت فاكتورز؟ يعني مش بس ايه هو الامباكت فاكتور وايه هم الاذرز؟ لانه طلع الامباكت فاكتور زي ما حضرتك شفت دلوقتي انه مش هو بس اللي بيقيس قوه البحث او قوه الباحث. ايه هي المجلات المصنفه في قاعده البيانات سكوبس؟ يعني ايه اس جي ار؟ التعريف بالمجلات غير الرصينه او الوهنيه او المختطفه والكشف عنها. وبصراحه لا اخفيكم علما ان دي بقت قويه جدا وموجوده جدا جدا، مش قويه في انها مجله، قويه في انها تصطادنا وتخلينا ننشر في مجلات ندفع فيها فلوس ونضيع تعبنا فيها، وفي النهايه تطلع المجله غير مصنفه. فالنهارده ان شاء الله هنتعرف على ايه هي المجلات غير مصنفه وازاي اعرفها. وفي النهاية أنا بعرض لحضراتكم مواقع هامة للباحثين، يا رب يكون الدورة إن شاء الله ذات نتاج علمي كويس ليكم.
احنا بنهاية الدورة عايزين ناخد مهارة ازاي نعمل نشر دولي في اي اس اي. مين اللي المفروض لما يحضر ال اسميجو جورنال رانك؟ يس اي ويل توك اباوت ذات، هنتكلم عنها ان شاء الله. مين هم المستهدفين من حضور الدوره واللي هينفعهم؟ طبعا اعضاء التدريس، ماشي، الباحثين بالجامعه ومراكزها المختلفه. احنا عارفين ان مش الجامعه بس او مش اعضاء التدريس بس هم اللي بيقوموا بالبحث العلمي، كمان كل الجامعات بيبقى في تبعها مراكز علميه متخصصه، زي مثلا مراكز مركز السكر، مركز قياس امراض وراثيه، مركز سمع وكلام، على حسب كل جامعه ومراكزها. فدول كمان جواها باحثين مطلوب منهم انهم يكونوا على قدر من المعلومات الجديده والمحدثه وقدر من المستوى العلمي بابحاثهم، المهتمين بالدوره دي وكمان الطلاب. انا عايزه اقول لحضراتكم انه التوجهات الحديثه على مستوى العالم ان الطالب مش بس يتلقى العلم، لا كمان يدور على علم وينشره في سوق البحث. ودي علمت الطلاب حاجات كتيره جدا جدا. انا على مستوى الشخصي ليا كونتاكت مع طلبه في الخارج، انا عايزه اقول لحضراتكم اني انا في سنهم يعني وقت ما كنت في سنهم هم مكتسبين مهارات عاليه جدا 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 بالنسبه للطلبه السابقين. ممكن يكون علشان الاجهزه الالكترونيه متوفره اكتر، ممكن يكون علشان طبقوا حاجه اسمها البحث العلمي للطلاب ومشاريع التخرج، فدي كلها لازم تعلمهم يعني ايه انهم ينشروا بحث علمي وازاي يختاروا مجله ينشروا فيها وهم طلبه، وده بيخليهم وهم بيتخرجوا بيبقوا على مستوى عالي جدا من العلم بصراحه. عايزين كلنا نعرف ان رساله جامعه الملك خالد هي توفير بيئه اكاديميه جاذبه للتعليم والتعلم والبحث العلمي. يبقى انا الجامعه عندي عندها ايه؟ عندها ثلاثه ايمز، عندها تعليم وتعلم، عندها بحث علمي، وعندها اسهام مجتمعي بالتوظيف الامثل للموارد. يبقى احنا عايزين نركز النهارده على الايه؟ على ان الجامعه ليها دورين رئيسيين كالجامعه على مستوى العالم، انها تنقل المعرفه عن طريق التعليم والتعلم او انها تثري المعرفه عن طريق البحث العلمي، وهذين الدورين مش انها تعمل واحد والتاني، لا لازم تعمل الاثنين، انها تنقل المعرفه عن طريق التعليم والتعلم، وهو ده اللي احنا بنعمله مع الطلاب والطالبات والناس بتوع الدبلوم والماجستير والدكتوراه، واننا نثري المعرفه عن طريق البحث العلمي. عمر جامعه ما هتتقدم او عضو هيئه تدريس ما هتتقدم وهو معلوماته اللي خدها هي معلومات بتاعه البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه، لازم على طول يبقى عنده اسراء للمعرفه، لازم لما يتسال يعرف ايه هو الجديد في تخصصه. بيعتبر نشر البحوث العلميه اهم الوسائل للمعرفه العلميه. يبقى انا عشان اعرف المعرفات الجديده او اعرف العلوم الجديده او ايه هي ما هو الحديث في تخصصي جاي نتيجه ايه؟ نشر البحوث العلميه. لما بنشر البحث العلمي انا بحقق بكده حاجه اسمها التبادل المعرفي، يعني الناس اللي في الكي تي يو يعرفوا الناس اللي في مثلا كينجز رود عاملين ايه، يعرفوا الناس اللي في استراليا بيعملوا ايه وهكذا، يبقى في تبادل معرفي. بيعزز قيمه التنافسيه الدوليه في مكانه النشر في المجلات العلميه الرسميه. ودي دلوقتي يعني عايزه اقول لحضراتكم انه جامعات بتوصلنا دوليا ضمن ال 500 ضمن ال 200 ضمن اقوى 50 جامعه على مستوى العالم مثلا من التنافسيه الدوليه في النشر العلمي. كبارامتر او كنقطه في التنافس. تتبع الاثر العالمي للبحوث المتميزه المنشوره في المجلات المصنفه دوليا والذي يعكسه كم الاستشهادات بهذه البحوث من قبل الباحثين. اما يكون البحث مهم في المجال ومنشور في مجله قويه ومش بس كمان وبيلمس نقطه في المعرفه او في العلم تهم الناس في الوقت دوت، فبالتالي استشهادات بالبحث ده هتبقى عاليه او بالبحوث دي هتبقى عاليه، بتنعكس على ان يبقى في اثر عالمي. يعني الناس هتعرف ان هذه الجامعه بتشتغل مثلا في مجال النانو تكنولوجي وهي متميزه قوي فيه، تبتدي الناس تدور على الابحاث اللي طالعه من هذه المجله او من هذا العالم، وبالتالي الاستشهادات تبقى عاليه اللي بينعكس ايجابيا جدا جدا على الاثر العالمي للبحوث والاثر العالمي على الجامعه اللي بتنشر هذه النوع من الابحاث. طيب بس في حاجه عايزين نعرفها ممكن يكون حضراتكم ليكم وجهات نظر فيها، هل النشر العلمي غايه ولا وسيله؟ ايه راي حضراتكم؟ هل انا بنشر العلم النشر العلمي بعمل ابحاث لاني غايتي اعمل النشر العلمي ولا هي وسيله؟ بوث يس فور يو اتس بوث. دكتور محمد سينج اتس بيقول انها وسيله، اوكي okay.
غاية دكتور عبد الله. دكتور محمد بيقول برضو إنها وسيلة، بوث وسيلة وغاية يعني الاثنين، غاية كلاهما. أوكي طيب، غاية للجامعة ووسيلة للباحثين، اكسلنت ممتاز. طيب خلينا اسمع، يعني تسمحوا لي اناقش معاكم الحته دي دلوقتي. انا لما اكون لسه معيد وهدخل على استاذ محاضر وبعد كده استاذ مساعد، استاذ مشارك، استاذ، انا في خلال ترقيتي الحاجات دي كلها، ايه المقياس اللي بيرقيني؟ النشر العلمي، لانه جزء جدا كبير جدا، مش جزء كبير، ده كل اللجان العلمية قائمة على إني أقدم نشر علمي، وإن أنا أستوفي متطلبات معينة من النشر العلمي عشان أقدر أقدم. أوكي، فهي في هذه المرحلة السنية أو في هذا التدرج الوظيفي هي بقت وسيلة. بعد ما بوصل وأكون خلصت خلاص، أشبعت يعني طموحي الوظيفي، فهي بصراحة بتتقلب لغاية، لأن اللي جرب ينشر الأبحاث ويجرب التشالنج أو الممارسة إن هو ينشر ويستنى رد البحث ويتنرفز إنه الدكتور رفض، لا ينبسط إنه قبله، محتاج شوية ترتيب، الحاجات دي كلها بتبقى بالنسبة لنا متعة، واللي جربها يعرف الكلام اللي أنا بقوله، إن هي بتبقى متعة إني أنا أبقى واصلة لدرجة إن أنا يبقى عندي الوسيلة اتقلبت لغاية، أنا حققت اللي أنا عايزاه بالتدرج الوظيفي بتاعي ووصلت وخلصت وسيلتي. بتتقلب بعد كده فعلا انها بتبقى غايه، وتبقى غايه ممتعه جدا، والناس اللي بتعمل النشر الدولي دايما تلاقيها في النشر الدولي، لانها بتطلع من منافسه لمنافسه. For them it's a challenge، هي بالنسبه لهم تنافس ووجود على الصحه الدوليه. طيب متى يكون البحث العلمي مؤثر؟ امتى يكون البحث العلمي مؤثر؟ ايه رايك حضراتكم؟ لما يحصل له citation و scientific merit، فعلا ده ممكن يكون البحث العلمي مؤثر لما يكون كده، يلامس حاجات الناس، excellent. إذا أثمر أتى بالثمار المرجوة، أي يعني إنه هو يشوف إنه مسك حاجة في البحث العلمي أو مسك topic يهم الناس كلها، إضافة للتخصص، يحل المشكلات، تطبيق في الواقع، ممتاز، حققت الغايه منه، كلينيكال كورليشن، احتياجات المتبعه. طيب خلينا نشوف ايه هي يفسر دراسه او نظريه جديده. ما شاء الله ما شاء الله. البحث العلمي امتى يكون مؤثر؟ البحث العلمي يكون مؤثر لما يؤثر في المجتمع، يعني مثلا لو انا ايوه مفيد للمجتمع، يعني لو انا بعمل بحث مثلا في علوم الفضاء، وانا هنا في الـ في الـ في في الماي كوميونتي، لنفرض ان انا في مجتمع ما ما يفرقش معايا الفضاء كتير، يبقى هل البحث العلمي يكون مؤثر؟ لا. انما لو عملت بحث علمي مثلا في مؤشرات مرض السكري، وانا عارفه ان في اصابات عاليه بمرض السكري، وانا بدي اقول لهم ده في طرق علميه حديثه للوقايه والعلاج من مرض السكري، هل ده يفيد المجتمع؟ ايوه يفيد المجتمع، ويربطه بتطور المجتمع، لانه البني ادم لما يكون بصحه كويسه وبصحه جيده، اذا هو بني ادم منتج، يبقى البحث العلمي اثر على انتاج دوله. اذا هو عندي بربطه بمجتمع، اربطه باهميته في التخصص العلمي، في هذا التخصص العلمي. كمان انه يكون فيلد ريليتد، يعني ايه فيلد ريليتد؟ زي ما الدكتور كاتب الدكتور حسين، يعني انه هو يكون مرتبط بالمجال اللي انا بشتغل فيه. وبالتالي مين يتكلم في المجال احسن من الناس اللي بتشتغل في المجال؟ فبالتالي هل متى يكون البحث العلمي مؤثر؟ يكون مؤثر لما يرتبط بحاجات المجتمع، لما يرتبط برؤيه المجتمع مقدم عليها، وهذا البحث يوظف لهذه الرؤيه والرساله والاهداف لهذا المجتمع. طيب يعني ايه بحث علمي؟ البحث العلمي في اللغه هو الطلب والتفتيش والتتبع والتحري. دي كلمه بحث، يعني ايه لما تدخل حضرتك في معجم لغه عربيه هيبقى مكتوب عليه هو الطلب. انا لما ببحث عن حاجه يبقى بطلبها. ياس دكتور ناديه، عندما يحل مشكله واقعيه، فعلا فعلا احنا ناقشنا. طيب
شكرا. لما يبقى ببحث عن حاجه يعني بفتش عن حاجه، ببحث عن حاجه يعني بتحرى او بتتبع. انما انا في الاصطلاح كبحث علمي هو ايه؟ هو دراسه. It is possible to use English in between for non-art experience. I'll be more than glad, Dr. O'Kane. دراسه مبنيه على تقصي وتتبع لموضوع معين وفق منهجيه خاصه لتحقيق هدف معين من اضافه جديد او جمع متفرق او ترتيب. يعني ايه بحث؟ بحث علمي يعني ان انا هعمل دراسه لموضوع معين. الموضوع المعين ده عشان ادرسه لازم احط منهج خاص اللي هي الميثودولوجي او طريقه. منها اعمل يا اما اني اضيف جديد للعلم adding new information او collecting gathering information يعني ان انا اجمع متفرق او ان انا اعمل rearrangement for some information أو whatever new discovery new informations من أهداف البحث العلمي. يعني إيه هي في الاصطلاح؟ هي دراسة مبنية على تقصي وتتبع لموضوع معين، موضوع البحث وفق منهج خاص. أنا بحط أهداف وبحط طريقة إن أنا همشي عليها، طريقة لتتبع الخطوات علشان إيه هدفي؟ إن أنا يا إما أضيف جديد يا اما اجمع معلومات زي في الريفيو ارتكلز اللي هي في الريفيوهات، يا اما اني انا ارتب او غير ذلك من اهداف البحث العلمي. دكتور عبد الله كاتب استقصاء منظم بهدف اضافه معارف يمكن التوصل اليها والتحقق من صحتها عن طريق الاختبار العلمي. فعلا يعني ما شاء الله من ضمن الاهداف البحث العلمي ان انا يا اما اكد معلومه يا اما الغي معلومه، وهذا لم يكون الا عن طريق ان انا اختبر المعلومه. فهو فعلا استقصاء منظم يهدف الى اضافه معارف يا اما انها اتحقق من صحتها او انفيها عن طريق الاختبار العلمي. ما شاء الله. دكتور كاتب processing of data. Yes, I can through processing of data I can know whether it's correct or incorrect or need additional information. دكتور كاتب جزاك الله خيرا. Thank you دكتور وجزاك ان شاء الله. البحث سيمبلي ببساطة هو إجابة عن سؤال محدد بطريقة منهجية بالاعتماد على الجهد البشري. البحث الريسيرش in a simple way it's answering a specific question using a specific strategy and depending on human being activity. دكتور شهاب الدين في كلمتين what يعني إيه؟ اوكي البحث ببساطة هو إجابة عن سؤال محدد. Yes, we are answering specific question اللي هو topic question. بطريقة منهجية. I'm going that not haphazard. I'm going through it by strategic way or by planning way وبعتمد فيها على my human the development of my human resources. البحث العلمي هو صناعة الموضوعات. Yes, بس أنهي موضوعات يا دكتور؟ صناعة الموضوعات اللي بتهم المجتمع. أصنع موضوع يهم المجتمع يطلع منه نتيجة تخلي المجتمع راضي عن الأسلوب العلمي أو البحث العلمي اللي أنا عملته لأنه استفاد منه. أوكي. إيه هي أنواع النشر العلمي؟ أنواع النشر العلمي 1 2 3 4 5 هم إيه؟ ريسيرش بيبر اللي هي الورقة البحثية، ودي اللي بحط فيها انتروداكشن ابستراكت الأول تايتل، وبعد كده بكتب افلييشن وريفيو وأوثرز، وبعد كده بكتب ابستراكت yes abstract بعد كده introduction small part of review methodology وبعد كده result discussion. يبقى دي research paper. ورقة مرجعية اللي هي review article، والreview article هي اللي أنا I collect all the previous information in certain topics with the name of the author and the year and the base day and I add from my information on it or on my research from it. Okay, technical report. Technical report usually, it is both for engineering and for astronomy. This is technical reports. Short communication, when the research paper is so small that cannot be as big as research paper, I can put it as short communication. Editorial, editorial meaning مقالة علمية. Somewhat like, I have an idea. I want to preserve this idea for me. عايز احفظ الفكره دي لنفسي واحطها في صوره مقاله علميه او اديتوريال. دكتور حسين كاتب it's a case report. Yes. Communities and meta analysis. Yes. For case report بصراحه انا تعرضت للكيس ريبورت.
كيس ريبورت لما بتكون الـ number of samples so little and very new information that cannot be the number cannot exceed for a research paper and you cannot hide this information in your drawer. So you need to publish it as a case report. Okay. طيب ايه هي الخصائص great thank you دكتور ايه هي الخصائص الأساسية للبحث العلمي؟ طبعا عشان يبقى عندنا بحث علمي قوي in case to have a very strong research research papers we need to be هدف I mean it have aim it's specified with aim it must be في قوة يعني it's powerful must be critical and trusted must be critical must be specific and trusted must be logic يعني موضوعية إمكانية التكرار والحصول على نفس النتائج you can repeat and have the same result in several ends I mean in several replicates قابلية التعميم يعني it can be generalized the information or the result you have it's not specific for your community or for your lab it can be generalized for all the researchers البساطة والاقتصاد to be simple and to be economic يعني ما ينفعش ان الواحد يعمل بحث مثلا ياخد فيه ميزانية جامعة كاملة ده ما بقاش بحث اقتصادي ولا يمكن تكراره لانه كده غالي جدا وما يكونش معقد لدرجة اننا ما نقدرش نعيده فبالتالي البساطة والاقتصاد must be simple and must have we must like put in mind the economic status of the research okay here he is discussing what is the هدف اللي هو الهدف that to be specific and concise this is the هدف second he is saying that it must be powerful كون البحث قويا يعني غاية البحث عناية الباحث بالبحث أثناء إجراءه والدقة والوضوح والأمانة all this should be what is this the research should be strong I mean the researcher should during the processing of the speech must be concise must be clear and must be of honesty not like putting any informations okay testability إمكانية الاختبار I found this this photo I like it no idea with what I'm doing please do not explore like if the لو كان الواحد داخل يعمل تجربة في معمل وهو مش عارف هو بيعمل ايه وفي التاني قاعد بس يقول يا رب ما تفرقع والكلام ده طبعا لوجيكالي ما ينفعش ده معناه ان لا هو عنده هدف ولا عنده وضوح للرؤية ولا عنده مصداقية او امانة للكلام اللي هيكتبه وبالتالي هو مش قادر يكتب اختبار he cannot make testability yes cost effective yes doctor إمكانية التكرار والحصول على نفس النتائج اللي هي I can repeat it and have the same information 1, 2, 3 if I'm repeating the same experience I can take the same result once, twice and third and this gives the reliability of the research yes, it's a bit الدقة والثقة وتعني الدقة مدى اقتراب النتائج اللي توصل إليها الباحث من الحقيقة بناء على البيانات التي جمعها دلوقتي إحنا لما بنيجي نعمل بحث أول حاجة بنعملها إن إحنا بندور على الناس اللي قبل كده وصلوا لغاية فين في المعلومة اللي أنا عايز أوصل لها. وأبني على النتائج اللي أنا وصلت لها أو أبني نتائجي أنا أو أبني أنا رغبتي في البحث على إيه آخر نتيجة وأوصلها. وأنا بشتغل البحث دون المفروض إن أنا النتائج بتاعتي تبقى قريبة شوية من الحقيقة اللي أنا جمعت عليها البيانات. يبقى بقى فيه دقة وثقة. الموضوعية اللي هي السبجكت أن ينبغي أن تؤسس البيانات على الحقائق وليس على تقديرنا الشخصي. I mean, if you have a subject to say, it must be based on facts. الدخول على صدر الموضوع, okay. Yes, to be objective, not what I am thinking or what is my standard for this. Okay. قابلية التعميم والبساطة والاقتصاد احنا شرحناهم قبل كده. يبقى احنا قلنا ان في اهداف للنشر الدوري على المستوى المهني وعلى المستوى المؤسسي. قلنا على المستوى المهني وعشان نلخصها بسرعه اول حاجه على المستوى المهني ان انا يبقى اسمي موجود في البحث العلمي. ممكن يكون علشان التنافس، ممكن يكون عشان الترقيه العلميه والمهنيه، ممكن يكون عشان السفر
وحضور المؤتمرات وورش العمل. دلوقتي في جامعات كتيره جدا رافضه، عامله كورليشن بتوين اني انا اسافر على حساب الجامعه احضر مؤتمر، قدامي ان انا السنه اللي قبلها نشرت بحث او اكتر في اي اس اي جورنال، يبقى اي ديزيرف از تريت فور مي ان انا اروح احضر ورشه عمل. غير ان واحد يكون مش بينشر حاجه وبيطلب ورشه عمل، هاو يعني ليه الجامعه تديله دعم مادي قدام ان هو لسه مش عارف هو يروح يعمل ايه. اوكي، اهداف النشر على مستوى المؤسسه الجامعات، قلنا ان هو بيساعد في تصنيف الجامعات، قلنا ان في تنافس بين الجامعات في اكتساب الطلاب. وانا عايزه اقول لحضراتكم ان دلوقتي على بره يعني مثلا في انجلترا الرانك بتاع الجامعه بيحدد الطلبه بتروح ناحيه الرانك العالي للجامعه، فبالتالي في تنافس في الجامعات في انها تجذب الطلاب عن طريق انها بتعلي الرانك بتاعها اللي من طريقه تعليته البحث العلمي. خدمه المجتمع عن تقديم حلول مشكلات عند وسادات، the community can be served through the resolution of the problems of the community through the research. ايه هي اليات النشر؟ احنا طبعا اليات النشر يعني احنا ننشر فين، ودي مهمه جدا. اولا لازم نعرف ان في حاجه اسمها في انواع معينه من اليات النشر، او في different types how to publish a paper. اول حاجه ممكن انشر في حاجه اسمها المجلات العلميه المحكمه اللي هي published journal like science or nature like economy like whatever. هي المجلات اللي يتم فيها مراجعه البحث. Here the research is reviewed through a specialized peer reviewers. وغالبا المجلات دي مش غالبا، هي دايما بيكون لها هاي امباكت فاكتور وليها هاي يعني هاي افكت على البحث اللي بيتنشر فيها، والنشر في هذه المجلات بيبقى صعب شويه. المجلات العلميه الالكترونيه اتس ذا سيم امباكت ذا سيم المجلات العلميه المحكمه بس ملهاش اصدار ورقي، اي مين اتس اونلاين، بس هي برضو هاف بير ريفيوينج، ليها اديتور، ليها ببلشنج سايت، ليها كل حاجه. اتس فري اون انترنت، يعني لما اجي افتح على البحث يتفتح مش يقول لي مثلا ادفعي $18 او $20 او $50 عشان ابعت لك البحث، هي مجانيه. قدام انها مجانيه الباحث بيدفع مقابل مادي للنشر والتحقيق، هو ده اللي بيخليها مجانيه انه اوريدي فلوسها مدفوعه. وغالبا النشر في هذه المجلات بيدي انتشار اوسع للباحثين، لانه معنى انه الناس تعرف توصل للفول بيبر بتاعتي معنى انها هي تستعمل الفول بيبر دي احسن من انه ان الريسيرش انجن او محرك البحث يديله بس الابستراكت. اوكي، المجلات المتخصصه عن غير العلميه هي المجلات اللي هي المجلات العلميه والاتحادات اللي هي بتبقى في الجمعيات وفي الاتحادات، وفي مثلا مكتب جمعيه الكتاب، جمعيه الكيمياء كذا، ودي لا تلتزم بالمعايير العلميه، هي في مجال معين بس ما تلتزمش بالمعايير، وهي لا تدخل في الترقيات، يعني ما ينفعش ان انا اقدمها كبحث ترقيه. اوكي، المجلات العلمية غير المحكمة وهي اللي هي بتنشر الموضوعات العلمية، هي بتبقى مجلة علمية بتنشر الموضوعات العلمية بس ما بتدخلهاش في التحكيم. شكرا دكتورة منى، تحياتي لحضرتك برضو. دكتور حسين he is saying cost and talk about acceptance rate is very important. Yes. المجلات العلمية اللي بيندفع فيها فلوس when you pay money you minimize the time. This is number one. But it takes cost. It costs you. المجلات العلمية غير المحكمة قلنا إنه لا يتم الاعتراف بها من قبل لجان الترقيات لأن هي ببساطة غير محكمة. أوكي. مواقع النشر العلمي هي مواقع ما بتهتمش بالتحكيم، ما بتهتمش بالمراجعة زي الإنسايكلوبيديا، ممكن تلاقي عليها معلومات علمية بالمصادر بتاعتها، بس هي في النهاية لا بتدي شهادة نشر ولا بتدي اهتمام لمين يشارك ومين ما بيشاركش، وتحت الماده العلميه مثلا الانسايكلوبيديا. وباي ذا واي في الجامعات الانسايكلوبيديا عمرها ما تبقى ريفرنس للطالب، يعني عمري ما اكتب للطالب في المراجع انسايكلوبيديا، لان هي ببساطه هي وجهه نظر باحث مش حاجه يحاسب عليها، يعني مش معلومه اقدر اقول للطالب روح وخد منها معلومه مؤكده،
لان زي ما بقول لحضرتك هي مجرد انها مواقع بتجمع معلومات، جمعتها بقى بشكل جيد، جمعتها بشكل سيء، جمعتها صح، جمعتها غلط، ما فيش اي حد مسؤول عن هذه الماده العلميه اللي جمعت من قبل شخص معين. اوكي. المؤتمرات، المؤتمر هو عباره عن حلقه علميه بتجمع ناس في مكان علمي في وقت معين لموضوع معين. غالبا الاوراق المنشوره بيها بتنشر في حاجه اسمها البروسيدنج او في كتيب المؤتمر، وقليل جدا من المؤتمرات اللي بيكون مصاحب للبحث ان هي تنشر البحث ده في مجله علميه تبع المؤتمر. فبالتالي هي بتبقى اكتيفيتي، وفي خلال اللجان الترقيه البحث اللي بيشارك في المؤتمر بيعتبر اكتيفيتي مش بحث منشور. بس ميزه النشر في المؤتمر ان ممكن حضرتك البحث اللي نشرته في المؤتمر تعيد نشره في مجله اخرى. المؤتمر لا يمنع ان هو يعني ان حضرتك تعيد نشر البحث اذا ما كانش فيه عدد من مجله معينه نشر البحث من المؤتمر. اوكي. اليات النشر الدولي، احنا عرفنا دلوقتي انه في حاجه اسمها الاي اس اي جورنال، والاي اس اي جورنال هو اختصار للانستيتيوت فور ساينتفك انفورميشن. الاي اس اي جورنال هي جهه، هي سايت بيساعد الباحثين على التعرف على افضل المجلات العلميه في مختلف بلدان العالم وفق منظومه معلوماتيه تاخذ وتنظم. سوري، في دكتور كاتب، دكتوره امال، ليس كل الجامعات العلميه لها نفس المعايير، تختلف من قسم لاخر ومن دوله لاخرى، دي حقيقه. فعلا مش كل الجامعات. ماذا عن نشر فصل الكتاب؟ بالنسبه لينا احنا مثلا في جامعه القاهره، فصل في كتاب يعتبر اكتيفيتي، ما يعتبرش نتاج علمي حضرتك تدخل بيه ترقيه. نوت فور بروموشن، يس دكتور، نشر فصل في كتاب مش فور بروموشن. يو كانت تيك ات از وان اف ذي ار اسكينج فور فور اور فايف ريسيرش بيبر، ات كانوت بي، يو كانوت انكلود ذا تشابتر فروم ذا بوك ان ذيس فور اور فايف ريسيرش ارتكلز اور ريسيرش بيبر. على اساس نرجع نكمل، هي الجهه المعنيه الاي اس اي هي جهه معنيه بمساعده الباحثين على التعرف على افضل المجلات العلميه. Since انه البحث المجله دي ان اي اس اي جورنال، سو اتس ذا بيست، لانه المنظومه بتاعه الاي اس اي جورنال ات كلاسيفاي ارينج اند كريدت اور جرانتي ذا ريسيرشز انسايد ات. This is اي اس اي جورنال. تاريخ نشاه الاي اس اي جورنال، ما فيش حد بيتكلم عن الاي اس اي جورنال ما بيقولش هاو ديد ات ستارتد. جارفيلد هو عالم امريكي، اتولد سنه 25. انا قريت البيبلوجرافيا او الدراسه الذاتيه بتاعته، وبصراحه هو خدم العلم ازاي؟ ان هو قال انه سنه 1925 وصل ل سنه 61 وصل لدكتوراه في علم اللغويات. وكان بيقول، لو حضرتك قريت السيره الذاتيه بتاعته، ان هو لما كان بيحب يوصل لبحث معين كان بيعرف يكلم الدكتور بتاع البحث ده، لانه كان عددهم 3 4 5 كتير في علم اللغويات. لما بدا يشتغل اكتر في هذا العلم وتنفتح علوم اخرى، بقى ما ينفعش ان هو يعمل حاجه اسمها البيرسونال كوميونيكيشن، فبقى في حاجه اسمها ريسيرش منشور، وبدا يشوف الريسيرش منشور ده جود ولا باد، فبدا يعمل حاجه اسمها انستيتيوت فور ساينتفك انفورميشن اللي هو اي اس اي، وافترض انه هيعمل دليل يجمع فيه كل المعلومات اللي موجوده في صوره ابحاث ويعمل لها كلاسيفيكيشن. انجل فاكتور از ذا بيست فور ديتكتنج ذا سايتيشن افكتيفنس، ات ميجرز نوت اونلي ذا سايتيشن بت اولسو كواليتي اوف ذيس سايتيشن. اوكي دكتور، ويل جو ثرو ذيس ان شاء الله ناو، ثانك يو. في بدايه التسعينات الاي اس اي جورنال اتحولت لمنظمه او لشركه طرحت في البورصه، يعني طرحت كشركه الناس تشتريها، واشتريتها شركه اسمها تومسون رايتر اللي هي في ولايه بنسلفانيا، بحيث اصبحت ايه؟ مصدر للمعلومات وتقارير. دكتوره كاتبه، دكتور داوود، هل نشر فصل في كتاب مشترك يعد ضمن ابحاث الترقيات؟ نو يا دكتور، ما ينفعش. نشر فصل في كتاب، حضرتك جمعت ماده علميه ونشرت بحث في كتاب مع شويه معلومات عن حضرتك، بس هو مش بحث ترقيات، يعني ما فيهوش خصائص البحث.
و how can I know that journalists IS... this is the next step دكتور this is the next slide يعرف عرفنا ان الاي اس اي مصدر معلومات وعرفنا انه it will provide you with the trusted scientific more logic objective research information على المستوى العالمي in an international level اوكي المعلومات دي اتجمعت من خلال المجالات كلها وبديت اقيسها او how can I judge that this this journal الجورنال دون مصنف عالميا ومستوياته عاليه ولا لا افترض جارفيلد ان في حاجه اسمها الامباكت فاكتور يعني ايه امباكت فاكتور امباكت فاكتور هو معامل تاثير او عامل تاثير وهو ايه هو بيقيس عدد الاستشهادات في السنه الحاليه على العدد الكلي للمقالات في السنين الايه في السنتين الماضيتين يعني ايه يعني calculation of impact factor هو number of article suppose as example cited in 2014 على two number of article published 2012-2013 عدد الاستشهادات في سنة 2014 قدام عدد الأبحاث المنشورة في سنتين ماضيتين اللي هما 2012 و2013 وده يدي impact factor لسنة 2014 هنا مديك مثال بيقول لحضرتك مثلا انه الجورنال ريفيو وصل له او ريسيت 1500 سايتيشن الكلام ده سنه 2014 اتنشر في سنه 2012 و2013 اللي هم السنتين الماضيتين التوتال نمبر اوف 750 ارتكلز يبقى السايتيشن الامباكت فاكتور هيتحسب ازاي النمبر اوف سايتيشن اللي هم 1500 ديفايدد تقسيم 750 هيدي امباكت فاكتور 2 يبقى المجله دي الامباكت فاكتور بتاعها 2 اوكي طيب ليتس سي ذس هنا في مجله وات ايفر اسم المجله ايه المهم انه بيقول لحضرتك انه تم اقتباسها في عدد 221 Yes, Dr. Musfer. Yes, Thomas Reuters changed to Clavita Analytics. Yes, this is the this is for 2 years now. تم اقتباس عدد 221 يعني البحث دون 221 عالم استعملوا في ابحاث ثانيه البحث اللي تحت دون تم اقتباس 5590 مره البحث اللي في الرينال فيلير دون او في الفشل الكلوي تم اقتباسه 5590 مره معلش خليني اقرا هل أتينا بهذه القاعدة؟ لماذا نحسب سنتين ولماذا نحسب سنة واحدة أو ثلاثة؟ ومن أين أتينا؟ حضرتك دكتور محمد دي طريقة حساب عالمية مش إحنا اللي عملناها هم لما افترضوا أنهم هيعملوا impact factor افترضوا أنهم هيقيس كده طبعا أنا مع حضرتك وهنناقش في الحكاية دلوقتي أنه دكتور حسين كاتب 3 is okay and 5 is also okay على حسب المجلة يا دكتور على according to the journal is it calculated every 3 years or every 5 طيب yes there is 3 years impact factor there is 5 years impact factor true yes there is okay هل فعلا معامل التأثير يحدد درجة قوة المجلة ممكن حضراتكم تردوا عليا is the impact factor really is the good mirror for the scientific research journal he is saying no, absolutely not. Dr. Mohammed saying أكيد. Dr. Mashar أكيد. نعم يعني. Okay. Do you think معامل التأثير يحدد درجة قوة؟ خلينا نناقش الموضوع ده شوية شوية. دلوقتي نفرض إنه skewers of citation is common fallacies. Okay. دي سيز موضوع ده شويه شويه حضرتك قليلين لا هتلاقي مثلا مجله مثلا بتشتغل في الجينيتكس في الوراثه يوجوالي النمبر اوف سايتيشن بتاعها قليل اوكي المعلومات اللي بتتنشر في المجله دي تخدم قدر معين من العلماء فبالتالي
لما اشوف السايتيشن بتاعها بلاقيه قليل. عدد الابحاث المنشوره في هذا النوع من المجلات بياخد وقت طويل، فبالتالي كمان الابحاث لما هاجي اقسم على عدد الابحاث في سنتين اللي في اخر سنتين هلاقيهم قليلين، بالتالي تلاقي الامباكت فاكتور بتاعها 9 من 10، 1، ممكن يكون 3 من 10. وده لا يعني ان المجله مش مهمه، ده يعني انه عدد الابحاث السيتيشن بتاعه في هذا المجال قليل. دكتور كاتب let me see. Thank you for your participation. Let's see. Some papers are cited more than others that raise the impact factor, not the true strengths of the paper. هنتكلم في I will talk about what is the challenge of citation later on, and you will know that some citation is like a favor from one to another, and this usually impact the journal. دكتور شهاب الدين، هل يميزون بين عدد المشاهدات للبحث والمطالعات وعدد مرات الاقتباسات؟ عدد مشاهدات البحث يا دكتور مش داخله في الامباكت فاكتور بتاع الجورنال. عدد المشاهدات مش داخله ولا مطالعاته، انما عدد الاقتباسات هي دي اللي داخله في ان انا احدد قوه الجورنال من وجهه نظري. اوكي ليتس كونتينيو. يرجع ذلك الى قيمه المعلومات ومن يهتم بها، فكثير من المجالات العريقه كمجلات الايسر وليس لها امباكت فاكتور. يس، ممكن تكون مجلات، وهنتكلم في المجلات اللي هي ناطقه باللغه العربيه وايه مشكلتها. يجب استخدام معايير اخرى. There is another standards دكتور. عندما يكون المجال حديث، ايوه كل ما كان المجال حديث كل ما كان السيتيشن بتاعه اقل شويه. ما زالت الاشكاليه قائمه بالنسبه لمجلات العلوم الشرعيه؟ يس فيري فيري، ايوه يا دكتور شهاب، لانه مجلات العلوم الشرعيه ناطقه باللغه العربيه، وهوري حضرتك دلوقتي ان في عندهم مشكله. You are right, thank you doctor. They are overcome this problem by viewing what is called SNIP, source nominalized impact factor of the paper. Okay, thank you. دكتوره فاطمه بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Let's continue. يبقى معامل التاثير يحدد درجه قوه المجلات زي ما قلت لحضراتكم. مجله، خليني اقول لحضراتكم مثال زي مجله النيتشر اند ساينس، مجله النيتشر ومجله ثانيه اسمها مجله الساينس. نيتشر الامباكت فاكتور بتاعها 38، دي حاجه قويه جدا. ساينس الامباكت فاكتور بتاعها قرب على 50. طيب ليه؟ لانه ده المجلات دي البرود سبيكترم بتاعها في النشر واسع، يعني مجالات النشر بتاعها واسعه جدا جدا. فبالتالي ما فيش عالم ما بيلاقيش معلومه جوه نيتشر وجوه مجله الساينس، فبالتالي السيتيشن بتاعها عالي جدا جدا بصرف النظر عن هي نشره ايه، وهي على فكره من المجلات القويه اللي النشر فيها صعب جدا. اوكي، بس وانس ان حضرتك نشرت فيها يعني يو جارانتي ذات يو ار فروم ذا توب، انت من صفوه الباحثين لو اتنشر لنا بحث في نيتشر او البصر اتنشر في الساينس. مجله قويه، قويه، البرود سبيكترم بتاعها او مجال البحث بتاعها واسع جدا جدا، فبالتالي عدد كتير جدا من الاودينس او من العلماء يقدروا يعملوا لها سيتيشن، فده بيعلي الامباكت فاكتور بتاعها. طيب بما ان احنا اتكلمنا عن ان الامباكت فاكتور ممكن ما يكونش بقوه ال دكتور بليز سام اتندنس اوف كوليدج ار انجلش سبير. والله يا دكتور اي بريفير تو توك وذ انجلش as you may notice, but they said to me that this is I'll try to translate from here and then. Sorry, I will try. دكتور أرجو التأكد على صعوبة النشر في خلال 6 شهور كما يشترط علينا في الأبحاث المدعومة، بل يجب التفرقة بين العلوم المتوفر لها معامل تأثير ونشر عالمي وبين العلوم الشرفية فيكتفي فينا بالنشر في مجلة عالمية نادرة. أوكي دكتور، إحنا معانا ما شاء الله 88 متابع، ممكن يساعدوا حضرتك بكده او يردوا على حضرتك. So please talk in English in a little more please. Okay دكتور. Without please I will talk. ال H index او ال Hirsch index. Hirsch is a scientist، هو باحث. ال Hirsch قال انه انا ما اتظلمش ان بحثي يتحط في مجله citation بتاعها قليل وانا بحثي قوي. الناس ما عرفتش انا قدري العلمي او انا بحثي قوته قد ايه. فبالتالي سنه 2005 in year 2005 he assumed that there another
impact factor index, what is called H, it's the first name of his name. H index says that there is another method to calculate the index factor of the strengths of the scientist and the research. هو قال إنه في طريقة تانية أحسب بيها قوة الباحث أو قوة إنتاج الباحث وقوة المجلة عن طريق إن أنا أعمل H index. ال H index هو عبارة عن إيه؟ بيعمل بيحسب عدد البحوث المنشورة للباحث وعدد البرات اللي استخدمها فيها البحث. He calculates the number of the research for certain researcher. Suppose my name is May, and according to H index, they know that how many researches did I publish, me, not the journal, and how many of my research get cited. Okay, this is the H index. By this index, he is assuming and he is giving the benefit of that he is measuring the actual value of the researcher and the research, not the journal. هو بيدي القيمة الحقيقية لجودة النشر العلمي أو البحث العلمي مش للمجلة. أوكي؟ وبكده هيعرف الباحثين الكويسين في تخصص معين. He will identify the good researcher or the perfect researcher in certain specialty. Right. Let's see this. What about self-citation? You are saying H index is better index. Okay, can you answer what about the self-citation? When I cite myself once, twice, there, by this I am raising my H index in a false way. It is accepted, by the way. No, no. Self-citation now is not accepted. In the journals now, they are seeing, they are giving you two index. One by self-citation index and one without any self-citation. Less bias from self, it's accepted by the way. Less citation, less bias from self-citation. Okay, 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 doctor. Now you know that there is a problem of self-citation for the H index, and some researchers go through citation their researches once, twice, third, and they are increasing their H index falsely. You are citing your record, it is relevant. Okay. لماذا نجعل استشهاد معامل تأثير ولا شهادة المتخصص على هذا البحث؟ لأنه دكتور هي دي الطريقة إن هم بيحسبوا بيها النشر الدولي والاستشهادات. إنه معامل التأثير ومش شهادة المتخصص على البحث. Okay. This is links I will provide you later. هو إيه؟ The Scopus citation. In this link, you will find all the Scopus journal, all the journals that are cited in Scopus, and how much every journal, how much is their citation and the impact factor of the journal. Web Science citation, another search engine called website, and I will provide for you the citation for all the websites, Web of Science citation, and the H factor for every scientist published in the websites, inshallah. Okay. في عندنا we have some abbreviations that we should know. نرجع عذرا ترك الأسئلة لآخر المحاضرة ذلك للحرص على الاستفادة. أنا لدينا okay. Sorry دكتور دعاء. I will do. حاضر دكتور دعاء. في حاجة عندنا اسمها دليل استشهاد فنون وإنسانيات، يعني إنه النشر يكون في مجال الفنون والإنسانية. اللي هو الـ Art and Humanities Citation Index. إحنا عرفنا يعني إيه معامل تأثير، عرفنا إيه الـ ISI اللي هو معهد المعلومات العلمية، اللي هو دلوقتي بقى اسمه Thomson Reuters، اللي هو بقى اسمه الكلابينكا. تقارير استشهاد المجلة اللي هي Journal Citation Report، وده من المهم جدا. Journal Citation Report من الحاجات اللي برضو بقت عاملة زي الـ Impact Factor وزي الـ H Factor. الاستشهاد العلمي Science Citation Index، Social Science Citation Index ده في علوم الاجتماعيات، وسميجو Journal Rank اللي هو رتبة مجلة سميجو. Okay, let's go on. What is the ISI Journal؟ اللي مهم في الـ ISI Journal، what is important that they all have what is called ISSN. They are called classified or have bibliography of ISI. ISSN. What is ISSN?
ISSN is the abbreviation for International Standard Serial Number. International for I, standard for the first S, serial for second S, number for the last N. وهو رقم تسلسلي دولي. Usually المجلة ليها 1 ISSN وهو بيبقى رقم متكون من خمس من سوري من 8 أرقام، أربعة وبعد كده داش وبعد كده أربع أرقام، يعني أربع أرقام وبعد كده فاصلة أو داش شرطة وبعد كده أربع أرقام. وزي ما قلت لحضراتكم هو عدد فريد مكون من 8 أرقام بيستخدم للتعريف المطبوعات أو الدوريات الإلكترونية. يأخذ نظام الـ ISSN رقم ISO في المعايير الدولية. الـ ISSN زي ما قلت لحضراتكم هو 8 أرقام مفصولة بعلامة إيه؟ بعلامة داش. أوكي. إحنا عندنا بقى إيه؟ معلوماتنا بنستقيها منين؟ أو النشر بتاعنا ممكن يكون منين؟ ممكن يكون through the web of science. يعني أنا لو دورت على معلومة في الويب ساينس أو دورت على مجلة في الويب ساينس this means that it is strong. ممكن يكون Thomas Reuters which is the second name of web of science. عندنا Scopus. عندنا ال ISI web of science اللي هو اللي هي مسؤولة عن احنا عندنا بقت مصادر المعلومة مش حاجة واحدة، بقت في لينا أكتر من مصادر للمعلومة ولينا أكتر من منفذ لأن احنا ننشر وعلى قدم المساواة في الأهمية. يعني ما أقولش ISI لا السكوبس وحش، لا الـ ISI مهم، الثوموس رايتر اللي هو another name for ISI، السكوبس من المجلات المحترمة جدا جدا وقاعدة البيانات القوية جدا، الـ ISI Web of Science والسبرينجر والساينس دايركت والسيفير، كل دول مجلات علمية أو قواعد نشر دولية محترمة. What is the difference between ISI and Scopus? Yes, I will answer to you later, doctor. I will take notes because some have research to or some have lectures to go. ISI and Scopus. There is difference between ISI and Scopus. Okay. Research gate is good too. Yes, research gate is good. Okay. Historical depths هو بس عايز ان هو يوصف لحضراتكم يعني ايه سكوبس وايه هي الخلفيه التاريخيه للسكوبس اللي كانت باديه من 1788 لحد 1780 لحد ايه وقتنا الحالي اللي هو today. طيب ايه هي مواصفات الاي اس اي جورنال؟ مواصفات الاي اس اي جورنال ان احنا قلنا انه الاي اس اي جورنال سوري اوكي مواصفات الـ ISI Journal هي مجلات يرجع فيها الباحث او يقيم من اثنين او ثلاثه من ذوي الاختصاص اللي هي ايه البير ريفيو. This research is peer reviewed from two or three researchers from the same specialty. المحتوى يكون ذا نوعيه عامه. Yes, it's a highly ranked journal. المجله لها رقم تصنيف دولي اللي هي ISS. It has ISSN. It is published online. بتنشر على شبكة الإنترنت. وأن يكون المجلة موقع إلكتروني يحتوي على جميع المعلومات. Yes, it has a specific search engine or what is called a website for this journal. مجلة لها تاريخ طويل من النشر دون انقطاع. النقطة السابقة غير واضحة. معلش بس هرجع للسؤال دوت. يعني ايه النقطة انهي نقطة يا دكتور ممكن حضرتك تو انفسايز او تقول لي بالظبط انهي نقطة السابقة غير واضحة؟ اوكي سكوبس اوكي let me answer because this question now come from four different doctor or colleagues so I have to answer سكوبس ال ISI هي اللي احنا قلنا اللي هي ال Web of Science او اللي هي بنقول الشبكة الكبيرة هما الاثنين محركات بحث. في محرك بحث اسمه الاي اس اي اللي هي ادور على المجلات في الاي اس اي وفي محرك بحث ثاني اسمه سكوبس. احنا عندنا في يعني في مجلات في دور النشر او في خليني اقول لحضراتكم لجان الترقيات بتدي وزن اكبر للاي اس اي جورنال. بس ده ما يمنعش ان السكوبس جورنال السكوبس او الداتابيز اوف سكوبس كمان قويه جدا.
عشان كده هو بقى في جامعات كتيره بتاخدهم الاثنين على قدم المساواه، يعني ان الاي اس اي والسكوبس قريبين جدا من بعض او اقوياء جدا زي بعض. ف والسكوبس دلوقتي بينافس بشده الاي اس اي جورنال، لان السكوبس الانتشار بتاعه على النت بقى اكتر، والسكوبس بقى الانترنس او القابليه الدخول على مجلاته ومعدلات تواجدها بقت اكتر. Yes, it's launched by Elsevier. السكوبس launched by Elsevier. ودي دار نشر. طيب قلنا انه مجله لها تاريخ طويل في النشر دون انقطاع، دي حقيقه. كل ما المجله كانت بتنشر بمعدل ثابت، يعني بتطلع كل شهرين كل ثلاث شهور، بتنشر مرتين في السنه بس بمعدل ثابت لتاريخ طويل دون انقطاع، ده معناها انها مجله قويه. قائم عليها القائم عليها من الايديتوريال اللي هو من محرر النشر ومن قطاع الانتاج حاجه قويه، فبالتالي هي مجله يعني يبقى حلو ان الواحد يقدر ينشر فيها او ليها اسمها. لها قاعده واسعه من المشتركين ضمن الاختصاص الدقيق سواء من الباحثين او المؤسسات العلميه، ده حقيقه. لا يمكن الوصول لها مباشره مجانا من على الانترنت. انا بس عايزه احبز ان يرسل الشرح او الماده العلميه. اوكي دكتور، it will be sent for you by email. دلوقتي لو حضرتك، ما انا عايزه حضرتك تجرب حاجه النهارده في البيت، خلينا ندخل على بحث من كمبيوتر الكي كيو بتاعك اللي هو الكمبيوتر اللي في الشغل، هتلاقي حضرتك بتعرف تدخل للبحث والبحث بيتفتح. ليه؟ لانه بيفتح عن طريق المكتبه الرقميه السعوديه. انما لو نفس البحث ده حضرتك رجعت البيت عن طريق الانترنت اللي في البيت اللي هو وات ايفر الانترنت اللي في البيت وحاولت تفتح البحث ده، هيقول لحضرتك انه لازم تدفع $18 $20 $50 عشان تعرف تفتح البحث. ليه؟ لانه الابحاث اللي منشوره في مجلات الاي اس اي جورنال اللي هي المجانيه ما بتنشرش مجاني على الانترنت. زي ما قلت لحضرتك غالبا النشر فيها مجاني، نسبة القبول في البحث لا تتعدى 30-40%. فعلا البحث بياخد وقت طويل وبياخد فلترة عالية جدا لحد ما بيقبل للنشر. تعتمد المجلات على برمجيات رصينة لكشف الاقتباس وبلاجرز دون برامج حتى لو من نت البيت. ايوه دكتور عبير، جربي حضرتك كده النهارده، ارجعي البيت واطلبي بحث معين من البيت، هتبص تلاقي بيدخلك على قاعده بيانات تقول لك ادفعي فلوس، انما لو طلبتيها من الشغل هتطلع هيفتح لك ببلاش. نرجو افادتنا بصوره اوضح لنشر العلوم الشرعيه والانسانيه. اوكي some sound problem can there was some interruption doctor in the internet and it's resolved now الحمد لله. اوكي دي من كل مواصفات. احنا كنا بنتكلم على البلجاريزم وقافه النشر الدولي. قافه النشر الدولي هو الاقتباس، انه ناس تاخد شغل ناس تانية وتنشره باسمها. عشان كده هو بدا يطلعوا برمجيات كتيره تكشف الاقتباس. الاقتباس مش اي اقتباس، حاجه اسمها الاقتباس السيء او الباد كوبينج او الباد سايتيشن from what for taking the effort of some people and publish it from your name. دخلت فعلا على الرقميه من خلال حسابي الجامعي غير شبكه المنزل وفتح معي جميع الابحاث. يس يا دكتور، هو ده اللي انا بقوله لحضرتك دكتور شهاب، انه حضرتك لو دخلت من خلال المكتبه الرقميه السعوديه هتعرف تفتح حاجات كتيره من خلال حساب الجامعه. ودي من الحاجات اللي بنشكر بصراحه الجامعه عليها. تنشر المجلات والبحوث ضمن وقت محدد وتتابع عمليات التقييم اول باول، دي حقيقه. كل ده بنعمله المجلات الرصينه او المجلات القويه عشان تنشر لحضرتك بحث قوي. قد تكون المجله مطبوعه او متوفره على شبكه الانترنت. اوكي توضح المجله حقوق النشر تستعود لها او للباحث. لو حضرتك جربت تنشر في المجلات دي بيجي لحضرتك بعد الاكسبتنس وقبل ما ينشر يبعت لحضرتك ديكلاريشن او ورقه حقوق النشر، يقول لحضرتك حضرتك بتبيح البحث دون للمجله العلميه دي انها تبقى حاضره في التصرف فيه سواء كان بالنشر او باعاده النشر في اي مجله اخرى. قدام انها مش هتاخد من حضرتك فلوس، يعني كان حضرتك بتديها الملكيه الفكريه على شرط انها ما تغيرش اي معلومه جوه البحث، يعني بيفضل البحث بتاع حضرتك زي ما هو، بس هي من حقها تسوقه في المجله دي سواء في حته ثانيه تدخل بيه مؤتمر.
تبقى حقوق النشر العائدة ليها هي. فده والمجلة ما بتعملش كده غير لما حضرتك بتمضي لها الديكلاريشن ليتر دون، او مجلة اللي بتوضح حقوق النشر. طيب ماذا يميز هذا النوع من المجلات؟ النوع ده من المجلات بتساعد على التعرف، ان حضرتك بتعرف زميلك وبتعرف مين اللي معاك في نفس التخصص دون، ومين فيهم قوي ويقدر يساعدك. كمان بيدي عمل له تأثيره. اوكي let me just answer this. في دكتور كان كاتب هي النسبة الأدنى المسموح بها في الاقتباس في النشر الدولي، ودكتور حسين ردد عليه 25%. معلش يا دكتور، انا معلش اسمح لي اختلف مع حضرتك. النسبة دي بترجع لي للجورنال. في جورنالز ما بتقبلش ابدا ابدا ان يكون في اقتباس 25%. وخليني اكون واضحة اكتر، الاقتباس لما يكون في مجال في بحث غير لما يكون في ريفيو ارتكل. الريفيو ارتكل الاقتباس بتاعه ممكن يوصل لحد 25%، انما البحث لا. البحث as least as possible as least as possible. Let me give you an example دكتور. لو ان حضرتك مثلا في مجال الميكروبيولوجي وحضرتك بتكتب اسامي مايكرو اورجانيزم، وبتكتب اسامي ساينتست، وبتكتب اسامي لايك بيوريت ميثود فور بقيس كميه البروتين في الـ في الـ في الـ في المعمل دون عن طريق حاجه اسمها البيوريت ميثود. كل دي حاجات فاكتس. فبالتالي لما يجي يعمل لي لما يجي يقيس انا مقتبسه قد ايه، هيلاقي انه انا مقتبسه كميه كبيره، في حين ان ده مش اقتباس، دي فاكتس، انا مش هقدر اغير الحاجات دي. فبالتالي بيسمحوا بنسبه اقتباس. ايوه فعلا بعض المجلات تطيح في حدود 5% فقط بالظبط لو بحث، انما لو ريسيرش ريفيو لو ريفيو ارتكل ممكن توصل ل 25%. كمان الاقتباس عمره ما يكون موجود في الريزلت. يو كانوت سايت فروم ذا ريزلت، يعني ما يسمحش لحضرتك انه في الريزلت ده زي ما يكون 0% بلاجرز. اوكي ليتس كونتينيو بيكوز اوف ذا كوليجز ذات هاف وورك تو دو افترورد. اوكي نتائج بسهوله، كل ده احنا قلناه. Now, what is the rules to publish in ISI journal or to publish in scientific journal? First of all, you have to make sure that the journal is ISI journal or SCOBA journal or in the Web of Science. Now we know that there is another search engines more than ISI journal. Number two, يبقى لازم الأول تتأكد إن المجلة مدرجة. مدرجة في الـ ISI journal، مدرجة في Science Web of Science، مدرجة في SCOBA. مدرجة تبع السيفير، المهم انها مدرجة في محرك بحث معتمد. اوكي ملائمة موضوع دراستك في مع تخصص المجلة. للأسف ناس كتيرة بتبعت المجلات بتبعت الأبحاث لمجلات لأنها قرأت اسم المجلة بس، ما دخلتش جوه المجلة عشان تعرف السبيشياليتي أو السكوب، بيسموه السكوب مجال المجلة. فملائمة موضوع دراستك في تخصص المجلة مهم، وهيوفر عليك وقت إنك تبعت للمجلة، وفي النهاية حضرتك الايديتور راكن البحث وحضرتك متصور ان هو قاعد بيبص عليه. لا هو مش بيبص عليه، هو لما هيبص عليه هيرفضه لان هو مش تبع تخصص المجله. فمن الاول يا ريت حضرتك تبقى عارف انه في حاجه اسمها سكوب او مجله مجله، اقراه وما تعتمدش على اسم المجله بس. مراعاه الفورمات العامه للمجله، خط وحجم ونوع وكذا. احنا بقى لنا سنتين دلوقتي بننشر تبع الالسيفير والسبرينجر، بصراحه ما بقوش بيطلبوا مننا فورمات، بقى بيطلب ان البحث يروح له بشكل سليم بدون داعي لخط ولا حجم الخط ولا نوع خط ولا المهم المكون مراجع كامله. مش مهم تكون ماشيه على طريقه المجله، لما يقبل البحث يقول لحضرتك حطها لي في الفورمات بتاعت المجله. فده حاجه جديده بصراحه، وفرت علينا وقت كتير، لانه كل مره البحث بيتربط من مجله ارجع احطه في مجله ثانيه بغير فورمات وبغير خط وبغير بلا بلا حاجات كتيره قوي قوي مش داخله في صميم الماده العلميه. ففعلا دلوقتي المجلات اغلب المجلات المحترمه بقت بتقول لحضرتك ابعت لي البحث بالوات ايفر الواي اللي انت عايزها، المهم ان يكون فيها الحاجات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. و اساتذه الشريعه حاضر يا دكتور حاضر. والله انا عامله عن المحتوى العربي، لو حضرتك صبرت عليا ثواني بس هقوله لك. اوكي
خليني نكمل. مراعاة الفورمات خلاص ما بقتش مشكلة دلوقتي، حضرتك هتحط المجلة في الفورمات، مش هتحط البحث في الفورمات، مش هتحطه في الفورمات، ما يفرقش مع حضرتك. المهم لما يحصل له اكسبتنس هي مش هترضى تنشره لك غير لو اتحط في الفورمات بتاع المجلة. والفورمات بتاعة المجلة دي في برنامج حلو قوي اسمه الاند نوت. الاند نوت ده من الحاجات اللي بتساعد حضرتك انك ترتب الريفرنس، وهي دي مشكلة الناس اللي بتنشر، ترتب الريفرنس وتراجع لك الريفرنس مكتوب صح ولا غلط، في ريفرنس ناقص. الاند نوت ده محتاج ان احنا نتكلم عليه مره بالتفصيل، برنامج رائع. مراعاه اخلاقيات البحث العلمي طبعا، لا اسرق من زميل، لا اكتب اسم واحد ما عملش معايا البحث، لا اكتب اسمه، لا اتجاهل اسم حد عامل معايا البحث بس انا مش عايزه اكتب اسمه. لازم يبقى في اخلاقيات للبحث العلمي، اخلاقيات في التعامل مع حيوانات التجارب، مع الارواح اذا كان البحث العلمي داخل فيه بيولوجي اللي هو روح يعني، في حالات النشر باللغه العربيه الابستراكت. وي نيد ذا ليكتشر يوزنج اند نوت. اه والله يا دكتور انا عندي، اي هاف وان اتس فيري جود. اوكي دلوقتي خلينا نشوف اليات الكشف عن المجلات المصنفه في قواعد البيانات، وده مهم عشان نعرفه. حضرتك هتدخل على المكتبه السعوديه، السعودي ديجيتال لايف، اوكي المكتبه الرقميه السعوديه. حضرتك بتدخل، خلي بال حضرتك من الملف الشخصي بتاعك، يعني بتدخل فروم يور كي كيو، فهيكتب لحضرتك مرحبا واسم حضرتك، وهيبين ان حضرتك في انهي مجال، في انهي جامعه. دي اول حاجه. تاني حاجه حضرتك تختار ان انت عايز مثلا قواعد المعلومات الاجنبيه، فمكتوب لحضرتك هنا انك عايز تضغط على قواعد المعلومات الاجنبيه. انهي حاجه في قواعد المعلومات الاجنبيه؟ انا عايزه الويب اوف ساينس، عايزه الويب اوف ساينس، فهو جايب لي الويب ساينس وحاطط لي عليها اهو ايه دايره. لنفرض ان انا عايز ادخل على قواعد المعلومات العربيه، فبالتالي هكتب هنا قواعد المعلومات العربيه، وكل الارقام دي او كل سوري الحروف دي هتطلع لي بالعربي، وبالتالي اقدر اختار منها للناس اللي الناطقين باللغه العربيه او النشر بتاعهم باللغه العربيه. دي اول حاجه. طيب اما ادخل للموضوع دوت، انا نقيت الداتابيز اللي انا عايزه ادور فيها هي الويب اوف ساينس، الويب اوف ساينس. طيب عايزه ادور على ايه جوه الويب اوف ساينس؟ عايزه ادور على حاجه اسمها الرينال فيلير. الرينال فيلير يعني الفشل الكلوي، يا ربنا يكفينا ويكفيكم شر يا رب ان شاء الله. يبقى الرينال فيلير انا بدور عليه جوه الويب اوف ساينس، من ايه؟ من البيزك ريسيرش. طيب انا بدور على ايه؟ على توبيك اسمه الرينال فيلير، يعني على راس الموضوع، ولا على تايتل الهيدنج اللي هو عنوان، ولا على اوثر بيتكلم في ويب اوف ساينس. هو بيدي لحضرتك هنا اختيارات. اول ما حضرتك بتختار، لنفرض ان انا اخترت موضوع الرينال فيلير، اروح عامله سيرش، اروح عامله ايه؟ اضغط على سيرش. بعد كده هيطلع لي ان في ويب اوف ساينس وهي مكتوبه فوق، طلع لي الناس اللي بتتكلم على الرينال فيلير 35583 بحث. دي لما دور جوه الويب اوف ساينس، وجايب لحضرتك، هيجيب لحضرتك دلوقتي كل الريسيرشز باسم الريسيرش، بالاوثر بتاعها مين، بكل حاجه، كونتيننج الجايد ووردز او الكلمات المفتاحيه اللي حضرتك عملتها اللي هي اسمها ايه؟ الرينال فيلير. حلوه صح؟ جميل. شايف حضرتك انه كاتب هنا الويب اوف ساينس، وكاتب الناحيه الثانيه الاسم الجديد بتاعها، خدت بال حضرتك؟ اوكي. ايه الكشف عن المجلات المصنفه ضمن قواعد البيانات؟ ودي مهمه جدا. اوكي دلوقتي هدخل تاني على المكتبه الرقميه السعوديه ديجيتال لايبرري، هدخل على قواعد المعلومات الاجنبيه، هدخل على سكوبس. انا عايزه ادور على ليتس جو باك، انا عايزه ادور على المجلات المصنفه في قواعد البيانات سكوبس. اوكي يبقى انا دخلت على المكتبه السعودي ديجيتال لايبرري، دخلت على قواعد المعلومات الاجنبيه، دورت على السكوبس، راح عمل لي هايلايت للايه؟ لكلمه سكوبس، ان هو دلوقتي هيدور لي في هذا المحرك البحثي. اوكي ازاي بقى اختار المجلات المناسبه لبحثي؟ دلوقتي دي مشكله ان انا اختار المجله المناسبه لبحثي. ساعات كتير جدا الناس تقول انا ما فيش مجلات مناسبه لبحثي، او ساعات تقول انا بعد ما بحثت المجله الاديتور بتاعها متحيز، قال لي ان البحث بتاعك مش في السكوب بتاعي او مش في المجله بتاعتي. يبقى انا لازم يكون عندي انجن او برضو مواقع علميه تساعدني على اختيار
المجله بتاعتي. لازم نتوقع ان انا لما هدخل على هذه المحركات البحثيه ان الباحث ما يتوقعش ان الاختيار هيكون مناسب بنسبه 100%، هو يختار لحضرتك حاجات والقرار النهائي يرجع لحضرتك اذا كان حضرتك عايز تنشر في البحث العلمي في دون او لا. خلينا نشوف، في عندنا حاجات زي ايه؟ زي ايدنكس جورنال سيلكتور، ده محرك بحثي، الاتيفرال جورنال فايندر محرك بحثي، حاجه اسمها الجيان ده محرك بحثي، الامريكان جورنالز، المهر، وفي حاجه اسمها السبرينجر. بيحصل ايه بقى؟ خلينا ندخل على محرك بحثي اسمه www.journalguide.com. هو طالب منك ايه؟ هو بيقول لحضرتك ان هذا المحرك البحثي find the best journal for your research، هو عايز يقول لحضرتك ان انا في المحرك البحثي دوت هقدر ادور على احسن جورنال حضرتك تنشر فيه البحث بتاعك. طب هو هيعرف منين؟ حضرتك هتزود له بس المعلومات دي، manuscript title عنوان البحث حضرتك هتحطه هنا، او top keywords او الكلمات المفتاحيه بتاعت البحث اللي هي الكيوردز المهمه، وهتحط حضرتك هنا الابستراكت، لان حضرتك ما دام داخل على مرحله النشر يبقى انت خلاص كتبت ابستراكت، يعني في ابستراكت، وتروح عامل ايه؟ سيرش. اول ما تعمل سيرش هيروح طالع لحضرتك كل المجلات، اسامي المجلات اللي ممكن تكون متناسبه مع طبيعه البحث اللي حضرتك عامله. طبعا حضرتك ممكن تنقي المجله دي وما تنقيش، اتس اب تو يو. نفس الكلام هنا زي الالسيفير، انا ممكن من خلال دار النشر الالسيفير فايند ذا بيرفكت جورنال فور يور ارتكل، دور على احسن جورنال يناسب الموضوع اللي حضرتك مختاره او البحث اللي انت عملته. هي برضه انتر يور بيبر تايتل هير، هتحط حضرتك عنوان البحث، وهنا هتحط كوبي وبيست يعني انقل الابستراكت، وبعدين هنا بقى بيقول لحضرتك ايه؟ فيلد اوف ريسيرش، يعني حضرتك مجال بحثك ايه؟ ممكن حضرتك تختار اجريكلتشر يعني زراعه، جيو ساينس اللي هي الجيولوجيا، ماثماتكس، كيمستري، ايكونومكس، هيومانيتيز، فيزيكس، وات ايفر، حضرتك تختار فيها، وبعدين تعمل حاجه اسمها فلتر. فلتر يعني ايه؟ ليميت جورنال وذ اوبن اكسس اوبشن، يعني انا عايزه انشر بسرعه فعايزه الجورنال بتاعه الاوبن اكسس، وتروح حضرتك ضاغط على فايند جورنال يروح مطلع لحضرتك كل الحاجات كل المجلات اللي ممكن تخدم حضرتك في مجالك. نفس الكلام في السبرينجر نيتشر وهكذا. الوالي زي قلت لحضرتك عليها كلها محركات بحث تساعد حضرتك في انك ما تقعدش بقى انه حد يقول لحضرتك المجله دي كويسه روح انشر فيها، لا المجله كويسه بس اكيد في مجلات ثانيه. مش معنى خبره زميل في مجله ان هي كويسه ومفيش غيرها، لا انا بدخل على محركات بحث عشان اوصل لاكثر كميه من المحاضرات كميه من المجلات اللي انا ممكن انشر فيها. نكمل. اوكي. ده مستخلص باللغه الانجليزيه ابستراكت، ايوه حتى لو البحث باللغه العربيه لازم يكون فيه ابستراكت باللغه الانجليزيه. يا الابستراكت يكون فيه ايه؟ اهداف، طريقه واجراءات، نتائج واستنتاج، اوبجكتيف او البيربس، ميثود، ريزلت اند كونكلوجن. This is should be حتى لو البحث باللغه العربيه لازم يكون الابستراكت كونتيننج ده. في طرق بقى مختلفه لاني انا اوصل البحث بتاعي للمجله، وهنا بيشترط بصراحه حاجه مهمه جدا في المجله وهي كتابه المراجع. ازاي اكتب الريفرنس؟ احنا عندنا تو ميثود للريفرنس الى الان ما طلعلهمش ثالث، هما اتنين. حاجه اسمها الهارفارد ريفرنس ستايل ودي اكوردنج لهارفارد، وحاجه اسمها البانكوفر ريفرنس ستايل. الهارفارد ريفرنس ستايل بيقسم الاوثر، بيقسم الريفرنس اكوردنج تو ذا اوثر نيم. يعني ايه؟ يعني ايه الاول وبعدين بي وبعدين سي وبعدين دي في الاوثر نيم. اوكي؟ لو كان عندنا A B يعني سي عبد الله A B وعندنا أسعد A S both are A الاثنين A بس ال A B before ال A S وهكذا، يعني حضرتك بترتب أول حرف وبعدين ترتب الحرف الثاني. ال Vancouver Reference Style هو عبارة عن إنه بيدخل المراجع بصورة أرقام، يعني حضرتك لما بتكتب الريسيرش بيبر قدام بتكتب مثلا المعلومه وتكتب جنبيها واحد، ما بتكتبش اسم الباحث، بتكتب واحد، وتيجي في الاخر في الريفرنس تروح كاتب واحد وتكتب مين بقى؟ واحد ده بتاع انهي بحث؟ اوكي؟ فديا اوكي
قبل الملاحظات بقى اللي حضرتك لازم تراعيها لما بتبعت بحث للمجله. اول حاجه اختار المجله بعنايه وعرفنا دلوقتي احنا ازاي ممكن نختار مجله. نمره 2 اقرا اهداف ومجال المجله جيدا، read the aim and the scope. زي ما قلت لحضرتك حضرتك ممكن تبعت بحث في مجله مش مناسبه وحضرتك ما عرفتش انها مش مناسبه لان حضرتك ما قريتش الايه المجالات او اهداف المجله، فلازم تقراها. طبعا اعترفت المجله في ارسال البحث، يعني لما بيقول لحضرتك ان في ستيبس الاوثر جايد لاينز، لازم يكون عندك ابستراكت، لازم يكون عندك انتدكشن. الابستراكت لازم يكون مثلا اللي هو المستخلص لازم يكون مش اكتر من 300 كلمه، فبالتالي حضرتك لازم تعمل له مينيمايز، تقلل العدد لغايه ما توصل للارقام اللي هو طالبها، عدد الكلمات يكون مش اكتر من 300 250 تلتزم. حاجه مهمه جدا بقى والناس كتيره بتقع فيها، انه علشان سرعه النشر يروح ناشر المجله، يروح ناشر البحث او يبعت البحث لاكثر من مجله تحكمه في نفس الوقت. That's why article should not be submitted to more than one journal at one time. طيب لو حصل انه المجله او الايديتور اكتشف ان البحث منشور في اكثر من حته، بيمنع حضرتك من انك تنشر في المجله دي لمده سنتين، وبيعتبر ان ده عقاب لانه حضرتك بتستنفذ مجهود مجلتين في نفس البحث، فبالتالي هم ايثيكالي او ادبيا ما بيوافقوش على كده. ومن خبرتي يعني انا عايزه اقول لحضراتكم انه مثلا زمان، وانا هقولها بصراحه يعني، كان مثلا نبعت البحث الالسيفير ونبعت السيفير في مجلات كتير، نبعت لمجله واحده في السيفير ونبعت نفس البحث في مجله ثانيه تبع سبرينجر، وكنا بنقول ان ده محرك بحث وده محرك بحث تاني، فما كانوش بيعرفوا ايه يقابلوا بعض. اللي حصل دلوقتي ان المجلات المحرك البحث بقى بينكشف من المجله دي للمجله دي، فبيعرف يجيبنا، فبالتالي بطلنا. ارجوكوا لا ترسل بحثك لاكثر من مجله في وقت واحد. واحنا ما عملناش الحكايه دي غير مره واحده وعدت على خير، بس ما كررناهوش لان ايثيكالي هي مش مقبوله، يعني اخلاقيا ما ينفعش. اوكي؟ طيب ايه خطوات النشر الدولي؟ خلينا نشوف خطوات النشر الدولي. طبعا دي حاره العالم اللي بتقول ان في نشر دولي، واحنا عايزين نعرف ايه هي خطوات النشر الدولي. النشر الدولي عندنا بياخد ستيبس. اول حاجه في اوثر، اوثر يعني صاحب البحث اللي هو اللي كاتب البحث واللي اشتغل البحث. الاوثر ده بعد ما بيخلص البحث بتاعه بيديه حاجه اسمها الايديتور اللي هو الايه؟ المحرر بتاع المجله. الايديتور ده وظيفته انه يعمل ايه؟ انه ينقي لك الريفيور، انه ينقي المجلات الجديده او الابحاث الجديده، مش المجلات الجديده، الابحاث الجديده. ان هو يتابع مجله، يتابع الهاند ريفيو بروسيس اللي هو يتابع التحكيم بتاع المجله بتاع البحث بتاعك. ان هو ممكن يقول لحضرتك وانت حضرتك بتبعت، ممكن الايديتور يرد عليك ويقول لك البحث بتاعك كويس، انا بقترح ان حضرتك تبعته للمجله دي احسن من مجلتنا، ويروح دايركتلي ريدايركت يور ريسيرش. لو حضرتك وافقت، لو حضرتك بعته وقلت له اي اكسبت، يروح عامل ايه؟ يروح عامل له ريدايركت، وتلاقي حضرتك من غير تعرض الخطوات باللغه العربيه حضرتك، تلاقي حضرتك من غير ما تتعب نفسك في انك تعمل نيو سبميشن او تبعت جديد، هو عمل لها ايه؟ اعاده توليد. يبقى احنا دلوقتي قلنا الاوثر اللي هو صاحب البحث او مجموعه الباحثين. مجموعه الباحثين بتبعت البحث، اول واحد بيستلمه واحد اسمه الايديتور او المحرر بتاع المجله، وقلنا هو بيعمل ايه. الايديتور بيروح باعت البحث لحاجه اسمها الببلشنج ايديتور او المانجنج ايديتور. المانجنج ايديتور هو المحرر اللي هيتعامل مع البحث بشكل عميق شويه. بعد ما البحث الحمد لله راح للايديتور وراح للمحرر، والمحرر بعته للمحاكمين، والمحاكمين خلاص وافقوا عليه واقروه والحمد لله اتقبل، يروح لحاجه اسمها البرودكشن او الانتاج. والانتاج بيحول البحث من الشكل اللي حضرتك باعت بيه للشكل اللي بيظهر في المجله، بدون اي غلطات املائيه، بدون اي غلطات ان البحث مثلا الجدول نص في صفحه ونص في صفحه، الكلام ده كله ما بنشوفوش في المجلات المحترمه. ما بنشوفش الصوره مش واضحه او الحاجات دي كلها ما بنشوفهاش. وبعد كده هو بعد البرودكشن بتروح للايه؟ لليوزرز اللي هم بعد مرحله الانتاج، بتروح للمستفيدين اللي هو بقى يا اما المكتبه، يا اما ان هي منشوره في هارد كوبي في كتيب، يا اما انها راحت لداتا بيس اللي هي الاونلاين، وهكذا. دي خطوات نشر المجله. طيب خلينا نشوف هنا انه
ايه الخطوات بتاعت البحث؟ اول حاجه بنقول ان في بحث اتبعت 100% ناس بعتوا بحث، خلاص يعني لنفرض ان 100 بحث اتبعت. اول مرحله رحنا قلنا عليها انها راحت للايديتور اللي هو محرر المجله. محرر المجله لما قرا البحث قال انه 48% من ال 100 بحث اللي اتبعته اتس اوكي. اوكي يعني ايه؟ مش نوافق عليهم، لا، ان هو هيبعته من الريفيو. وبعت ل 28%، يعني 28 بحث اتبعت تاني للاوثرز او للناس اللي هي كتبت البحث، اللي هي اصحاب البحث يعني، وقالوا لهم راجعوا الحته دي. غالبا المراجعه ما بتكونش علميه، المراجعه بتكون في شكل البحث او في وضوح البحث. اوكي، ورفض من ال 100 24 1%، قال لهم البحث بتاعكم ما ينفعش يتنشر في المجله عندي. تاني ال 48% اللي وافق عليهم الايديتور مع 18 من ال 28% اللي بعت لهم ليه انكم راجعوا حاجات، 28% من اللي بعت لهم 10% وزدرون يعني سحب البحث، قال له مش هراجع معاك مش عايزك. يبقى فاضل 18 مع ال 28 يدوا 66%. ال 66% دول هم اللي هيدخلوا في اول مرحله من المراجعه اللي هي الفيرست ريفيو. الفيرست ريفيو الديسيجن او القرار بتاعها بيكون انه 37% ريفايز يعني داخل لي السكند ريفيو، و 29% ريجكت يعني انا بعد اترفض، يعني بعد ما رجعته بعد ما مع الريفيور الاولاني او المحكم الاولاني رجعه رفض من 66% 29% من المحكم. يبقى اللي دخل المراجعه كام؟ 37% هيدخلوا للسكند ستيب اللي هي المراجعه الثانيه بعد ما هيدي لحضرتك شويه ملاحظات حضرتك هتعملها. طيب انا عايزه اقول لحضرتك ان النشر الدولي هي سياسه النفس الطويل، يعني انه حضرتك ما تتسحبش من الاول، ادي وقته يعني خليك ماشي معاه. ال 37% اللي عملوا ريفيجن، 31% كمل معانا للسكند ريفيجن، قدام ان 6% زهقوا وعملوا ويزدرو يعني سحبوا البحث بتاعهم ومشوا. طيب افتر السكند ريفيو اللي هي البحث التحكيم لثاني مره، 26% قال لهم اتس اوكي، يعني دخلوا 100 واحد، دخلوا 100 بحث اللي اتقبل منهم في هذه المجله 26% من الابحاث، قدام انه من ال 31% قالوا لهم لا انتوا ال 3% دول انتوا هترجعوا لثيرد ريفيو، يعني هتتراجعوا المره ثالثه، و 2% ريجكت يعني ايه؟ اترفضوا خالص. يبقى ال 12 قد ايه من القصه دي؟ ال 12 من ال 100% من الابحاث 29% بس من الابحاث اللي دخل الريفيجن على الاوكي، يبقى الببلش 29% من الابحاث، يعني كل 100 بحث بيتقدم للمجلات دي 29% 29 بحث بس هو اللي بيتقبل منهم. طبعا النسبه قليله جدا جدا، بس هي دي فعلا الخطوات اللي بتحصل في المجلات الدوليه المحترمه اللي هي المقدره اللي هي بنسميها الرصينه. اوكي، نتائج النشر الدولي. نتائج النشر الدولي بتبقى ايه؟ يا اما انه البحث مقبول للنشر، وده كلنا بنتمنى ان احنا نشوف الكلمه دي، ان البحث مقبول للنشر، وبنشكرك انك قدمت لنا البحث بتاعك يا رب كلنا، او البحث غير مقبول للنشر بصوره حاليه واحتاج مراجعه جوهريه اللي هي بنسميها ميجر ريفيجن واعاده عرض، يعني في حاجات جوهريه جدا في البحث لازم تتعدل ميجر ريفيجن. اوكي، او البحث غير مقبول للنشر بالصوره الحاليه واحتاج مراجعات غير جوهريه، يعني تعديلات طفيفه او قليله من الريفيجن، وبرده دي لما بنشوفها بنقبلها وبنبقى مبسوطين بيها، او لا قدر الله بعد الشر علينا كلنا ان البحث غير مفروض مقبول للنشر ويتم رفض البحث، ودي بتبقى يعني مش عايزه اقول لحضراتكم بيبقى شعورها سيء قد ايه نفسيا. يبقى احنا بنقول ان ادي الريسيرشر اللي هو اللي ماسك البيبر بتاعته، وهو ماشي ان ذا واي، وهو ماشي في الطريق لانه يعمل بيبر اكسبتنس، شفت قد ايه ناس قاعده بتحكم له، وبتحكم له بانهي طريقه؟ بطريقه في المجلات الرصينه او في المجلات المحكمه دوليا كويس، هي طريقه قاسيه شويه، بس في النهايه حضرتك لما بتشوف البيبر بتاعتك بتنبسط قوي من شكلها لما بتتنشر في المجله، بتحس ان فعلا تحسين حصل. اوكي، جدول واضح كيفيه اتخاذ القرار النهائي للتحكيم من خلال انواع المشكلات. اوكي، امتى يترفض البحث؟ ادي اسبابه، ان يكون في سرقه علميه طبعا مش مقبول، او اقتباس، عدم اصاله الفكره، انه اتس نوت جينيون، ده اتس اوريدي اتس اوريدي دان،
I mean it's repeated idea، تكرار أعمال سابقة، حضرتك كررت الأعمال. استخدام طرق بحثية لا تتناسب مع الموضوع، حضرتك الموضوع كويس بس ما استخدمتش ميثودولوجي أو طريقة بحثية تقول إن الموضوع بعيد عنك صح ولا غلط. صياغة أسئلة استبيانات بطريقة غير سليمة، ودي بصراحة كتير بنشوفها، إنه بيعمل استبيان، حضرتك لما تقراه تحس إن الاستبيان بيتكلم في حتة أو الهدف من الاستبيان لا يخدم الهدف من الموضوع. كتابة استنتاجات غير متوافقة مع النتائج، يعني إن حضرتك طلعت نتائج وبعد كده لازم تعمل لها ديسكشن، استنتجت إيه من النتيجة غير النتائج اللي حضرتك كتبها خالص. في سؤال هنا معلش عايزين نرد عليه، هل من شروط المجلة ذكر أسباب الرد؟ الرفض قصدك، أسباب يس. المجلة بتكتب، المجلات المحترمة بتكتب هو رفض حضرتك ليه؟ وبيكتب ما يعني ما فيش فيها حرب، بيكتب لحضرتك هو ليه رفض. We need the presentation إن شاء الله يا دكتور، it's all yours إن شاء الله you will get it. Validity and reliability of data, that's why لو if the data is not reliable or viable it will be rejected. طيب ايه هي بقى المشكلات اللي ممكن تبقى في بحث حضرتك ومحتاجه تعديلات اساسيه اللي هي بنسميها الميجور ريفيجن؟ عدم ملائمه الموضوع لمشكله وهدف البحث. العنوان، العنوان في وادي والمشكله والهدف من البحث في وادي اخر، البحث كويس بس عنوانه مش ملائم، فيقوم الاديتور يبعت لحضرتك او الريفيور يبعت لحضرتك ويقول لحضرتك لو سمحت خلي العنوان جاي من هدف البحث. افتقار الملخص لاحد مكوناته الرئيسيه، طبعا ما بيرضاش يقبله هو كده. عدم تطابق الملخص العربي والانجليزي، دي مشكله في الترجمه، انه ساعات الناس كتير بتروح ناحيه الجوجل ترانسليت، والجوجل ترانسليت لما بيترجم بياخد الجوجل ترانسليت ويروح بعته للمجله، هو بيترجم حرفيا مش بيترجم روح الكلام، فبالتالي ما بيبقاش في تطابق. اغفال ذكر اهميه الموضوع او المشكله البحثيه، اللغة ضعيفة في مجمل البحث، وللأسف اللغة ضعيفة ممكن ترفض البحث، أو لو هو حنين شوية معانا يعني حابب يدينا فرصة هيديها من التعديلات الأساسية وإعادة العرض. عشان كده يعني من مكاننا هنا أنا بقول لحضراتكم إنه في جامعات كتيرة جدا جدا عاملة حاجة اسمها الإنجلش إيديتنج اللي هي المراجعة اللغوية للبحث قبل بقى، دي خدمة تعملها الجامعة للباحثين قبل انه يبعتوا لي المجلات البحثيه، ودي بتدي فرصه قبول البحث اعلى كتير جدا جدا من ان اللغه تبقى ضعيفه ويروح للبحث يبقى كويس بس اللغه ضعيفه فيرفض. فالانجلش اديتنج من الحاجات اللي بتوفرها العمادات البحث العلمي لمنسوبينها، وهي بتوفر كتير جدا في المصاريف وفي احتماليه النشر تبقى اعلى. احالات المواضيع البحث لا ينتمي للمجلة، دي من أسباب رفض الأبحاث. الإحالات والمواضيع غير الحديثة أو غير مرتبطة بالموضوع. Where is the English؟ هل موجود عندنا في الجامعة؟ أنا ما شفتش English editing هنا يا دكتور، بس أعتقد إنه أساتذتنا اللي في الجامعة اللي بقالهم هنا فترة يعني ممكن يجاوبونا على السؤال ده، هل في English editing في الجامعة؟ يا ريت انا كمان. طيب وير از ذس وير از ذا انجلش؟ اي ويل سند يو ا كوبي ترانسليتد دكتور ان شاء الله. اوكي. والتدقيق، طبعا التدقيق. التدقيق مينينج انه يبقى عندك برنامج اسمه التيتيريوم او بنسميه البلاج سكان او حاجه تكشف لك البلاجرزم اللي هو الاختباس، وده مهم جدا ولازم يتحمل على الداتا بيز بتاعت الجامعه. يس اوكي. الاطاله وتكرار عرض نفس المعلومات في اكثر من موضوع، ده بصراحه بيخلي اوكي. عدم الدقه في شرح الطرق البحثيه المستخدمه، عدم تفسير النتائج، كل دي من الحاجات اللي ممكن ترفض البحث. عدم اتباع تعليمات النشر في المجله. من الحاجات التعديلات الطفيفه الاخطاء اللغويه والطباعه، الاحاله بطريقه تقلد اسلوب المستخدم في المجله اللي هي طريقه كتابه المراجع، عشان كده انا افردت بسلايد مخصوص لكتابه المراجع، لان للاسف البحث بيتراجع وبيتقبل وكل حاجه ويجي يرفضه لك عشان ان كتابه المراجع مش مكتوبه بطريقه سليمه. وده نرجع نقول انه البرنامج بتاع الاند نوت من البرامج اللي بتساعدنا جدا في كتابه المراجع بطريقه كويسه.
عدم التزام بسلسلة عرض الموضوعات وفقا لترتيب اهداف البحث، ده برضو من التعديلات الطفيفه. يعني ممكن يكون عارض موضوع في الانترودكشن، عرضه في الريفيو، ويجي في الميثودولوجي يعرضه اخر حاجه، في حين ان هو الترتيب بالتسلسل ما كانش كده. اوكي، ايه هي معوقات النشر الدولي؟ ابرز معوقات النشر الدولي هو انتظار الترقيه للقيام بالبحث. للاسف في ناس كتيره بتبقى عليها تكليفات كبيره جدا، وهي دي النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها، فبالتالي يفضل لازق نفسه لانه يعرض الموضوع للنشر في وقت قليل قوي قبل الترقيه، فبالتالي بيدي رقاقه او بيدي امكانيه قبول البحث تبقى قليله، في حين لو كان ابتدى من بدري كان ممكن يوصل. دي اول حاجه. طيب التكاليف المكثفه بالمهام المكتبيه من قبل الباحث بالمناصب الاداريه والتدريس، دي فعلا قليل من المناهج تهتم بطريقه كتابه ومنهج البحث العلمي مما يؤدي الى نقص الخبرات والمهارات والقدرات لاعضاء التدريس. لا اعتقد ان دي ما بقتش مشكله، لان احنا دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله الدورات اللي بتعملها عملت البحث العلمي وبصراحه الامكانيات المتوفره ما تديناش هذه المعوقات، لانه بقى في ان احنا لو سالنا على حاجه نعرفها. ضعف اللغات، ضعف التمرس باللغات الاجنبيه وخصوصا اللغه الانجليزيه، ملاحظه ليست كلغه تحدث لكن كوسيله بحث علمي. في فرق بين ان انا ابقى عارفه اتكلم انجليزي او اني انا ابقى ايه؟ او اني انا باتقن اللغه كبحث علمي. في فرق. ضعف التشجيع من قبل المؤسسات والكليات والجامعات، وبصراحه دي مش لاقيينها هنا. هو احنا بنفتح بدل المشروع البحثي اكتر من مشروع، بتفتح مجموعات بحثيه في مكافآت على النشر الدولي لما بيكون البحث اتنشر في مجلات كويسه، فهو ضعف التشجيع بصراحه في الكيك فيو. لا انا شايفه ان في تشجيع على النشر هو بس اوكي. نقص التمويل لاجراء البحث، زي ما قلت لحضراتكم المشاريع البحثيه دلوقتي مفتوحه مموله، ولازم الوجود دوريات مخصصه ومحكمه في مجالات معينه، ودي ممكن تكون ناحيه الشريعه اللي الدكتور بتاع التخصصات الشرعيه كان بيتكلم فيها دكتور شهاب. انقطاع الصوت. اوكي الصوت كده بقى واضح يا دكتور؟ النت بيروح وبيجي، انا على فكره في الجامعه، انا مش بره، فهو النت يس. اوكي النشر باللغه العربيه، النشر باللغه العربيه انا هقول لحضرتك دلوقتي ايه مشاكله، لانه فعلا في مشكله في النشر باللغه العربيه. الاعتماد الكامل على الدوريات الاجنبيه، ودي مشكله ترقيات. يعني انه لجان الترقيات بتدور على اسم المجله، ولو هي المجله دوريات اجنبيه عاليه قوي قوي بتقول ان حضرتك بتترقى، لو ناشف مجلات دوريات كويسه جدا جدا بس ما هياش اجنبيه او ما هياش بالقوه اللي هم طالبينها، فبالتالي بيبقى في مشكله في الترقيات. عدم تشجيع وجود دوريات محكمه تابعه للكليات الاكاديميه، ودي ملاحظه انا ملاحظاها واكيد حضراتكم كتير لاحظتوها، انه ممكن تكون كليات اكاديميه ممكن يتبعها دوريات دوليه محكمه تتيح لي النشر فيها، بس مش موجوده في كل الكليات، فبالتالي بتقلل شويه او بتبقى من معوقات النشر الدولي. ايه هي تحديات النشر الدولي؟ وتحديات النشر الدولي هتاخدنا ليه الناس بتوع التخصصات الشرعيه والتخصصات العربيه عندهم مشكله. اوكي تحديات النشر الدولي بتكون في تحيز في النشر الدولي، ودي حقيقه موجوده، في تحيز في النشر الدولي نسبته مش كبيره بس في قرصنه الدوريات، هقولها دلوقتي. المحتوى العربي مشكله عندنا في النشر الدولي، ومعامل التاثير الناطقه باللغه العربيه، خلينا نشوفها شويه شويه. التحيز في النشر الدولي، امتى يكون في تحيز في النشر الدولي؟ ممكن يكون في تحيز ضد دولة، لغة، جنس، ديانة، ممكن تعطيل أو تأجيل نشر أبحاث في مجالات محددة، يعني هم في مجالات مش عايزينهم إنهم ينشروا فيها أو يأخروا النشر فيها شوية، ده ممكن يكون تحيز. المحرر ممكن يتحيز أو يكون عامل بايز تحيز في النشر الدولي عن طريق إنه يختار محكمين سوري إنه يختار متحكمين متشددين أو متساهلين للتأثير على قبول البحث، ممكن يبعت لواحد محكم ما بيطلعش من تحت إيده بحث قدام انه يودي بحث تاني لواحد متساهل جدا جدا، واول ما يقرا البحث يقول كتر خيرك حلو. رفض كثير من الابحاث دون وصولها للتحكيم العادي، ممكن جدا المحكم من قبل ما يودي البحث للتحكيم يرفضه ويقول لحضرتك مش مناسب للتحكيم او انه البحث قديم او ان الفكره مش متناسبه معاه، فده رفض كثير من الابحاث دون وصول للتحكيم العادي، ما ودهاش للتحكيم. طيب المحكم
اللي هو الريفيور، ممكن يكون في تضارب للمصالح، ممكن يعرف البحث ده معمول فين او معمول من انهي واحد ويضرب مصلحته، لان هو في عدائيه بينهم وبعض او توافق المصالح. هو اللي عارف ان صاحب البحث عارف ان ده هيروح له، فهيقول له نبي يعني سرع لي بحث شويه، اقبله شراكه على مستوى العمل او مصالح شخصيه. كل ده بيضر ومنحش في الدوله، كل ده مش بيساعد. يعني ايه قرصنه الدوريات؟ قرصنه الدوريات هي حاجه موجوده وبنقع فيها. هي ايه؟ ان يكون في دوريات هتاخد نفس مسميات الدوريات العالميه بس تكون فيك او مزيفه، زي ان يكون ليها هيئه تحرير باسماء وهميه يحط اسامي ناس مهمه جدا جدا وهذه الناس لا تعلم انها في هذه الدوريات. غياب التحكيم العلمي ما بتحكمش، سرعه قبول النشر ودي مشهوره جدا جدا، المجلات لما تكون مجلات ضعيفه او مقرصنه او مجلات فيك اللي هي مزوره سرعه نشر البحث فيها كتير. كمان مع سرعه نفس بريداتري جورنال، يس اي هاف بريداتري، المجلات المقرصنه انا عندي وهبعتها لكم ان شاء الله. تقليد او ثقه المواقع الالكترونيه للمجلات المشهوره بيقلدوها، ياخد عنوان مجلات دي هكلمكم حضركم فيها ويشابه عنوان المجله بمجله ثانيه قويه. فديا الجمع بين 20 او اكثر من المجلات، تبني حملات دعائيه للترويج للمجله، حضراتكم بتلاحظوها بس مش على ايميل الكي كيو، على ايميل خارجي. انه حضرتك مثلا لو عندك ايميل على الياهو او على او مثلا على البوت ميل او وات ايفر الايميل ويب سايت ايه، هتبص تلاقي حضرتك يجي لك مثلا يقول لك نيولي انتروديوسد بروجرام، نفيدكم علما بان المجله دي ظهرت وبتقبل في خلال اسبوعين وبتعمل الكلام ده كله، مش مظبوط. وغالبا هذه الدوريات بتكون بفلوس وفلوس عاليه جدا، لانها يعني بيقول لحضرتك في خلال اسبوعين هينشر، ده هو لو هيقراها كلمه كلمه هينشرها في اكتر من اسبوعين، يعني ازاي يعني؟ اوكي؟ طيب لما قلنا ان الجمع من مجالات علميه متباعده، دي من ضمن الايه؟ من ضمن الامثله، زي المجله الدوليه للفلسفه والعلوم الاجتماعيه. لما حضرتك تبقى متخصص شويه في الكلام هتلاقي ان الفلسفه لا تنتمي للصب صله للعلوم الاجتماعيه، فبالتالي هي جايب مجالين متباعدين وحطهم في مجله واحده. او المجله العالميه للعلوم الصيدلانيه اللي هي الفارماسي والتعليم، والعلوم الصيدلانيه ليس لها دخل بالتعليم، فبالتالي هي مجلات من اسمها كده تحس انها مزوره او مفضوحه. هل ممكن نحصل على الدوره؟ حاضر يا دكتور صادق. والبلاجيريزم تشيكر والبلاجيريزم دي فعلا مش يعني هي دلوقتي شرط لقبول الابحاث، وهي لازم تكون او لازم 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 الجامعات توفرها للباحثين. طيب الاستيلاء على عناوين المجلات وسائل الانتشار، خلينا نشوف المجله. والمجله دي موجوده وحضرتك لو دورت عليها من داتا بيس هتلاقيها، المجلة الدولية للفيزياء التطبيقية. طيب المجلة الأصلية، المجلة دي اسمها الانترناشونال جورنال اوف ابلايد فيزيكس، دي المزورة. المجلة الأصلية اسمها جورنال اوف ابلايد فيزيكس، ودي بتصدر من سنة 1930 من المعهد الأمريكي للفيزياء. طبعا شتان بين الانترناشونال جورنال اوف ابلايد فيزيكس اللي هي مزورة، ومجلة بتطلع من سنة 1930، يعني شوف ما شاء الله بقى لها كام سنة، اللي هي الجورنال اوف ابلايد فيزيكس. هو بس يعني استفاد من او قلد الاسماء علشان يوصل لنسبه نشر عاليه، وده طبعا تزوير. كاتب لحضرتك هنا دكتور حسين هي سينج ذير از ا فري بلاجيريزم تولز لايك سمارت تولز اند بلاجيريزم تشيك ان. اوكي دكتور ذي ار فري بات ذي ار ليميتد ان اي مين ذي جيف يو ا ترايل and then they will stop. So you cannot rely on them. دكتور بيقول انه في مواقع في مواقع لكشف الاقتباس بالمجان. هي موجوده بالمجان بس بتدي لحضرتك فرصه يعني وقت اختبار، يعني تدخل 1000 كلمه تدخل 2000 كلمه هكذا، وبعد كده بيقفلوا عشان حضرتك تشتري. بالظبط في دكتور كتب رد عليه نوت فري فور اوفر، ايوه لازم يكون عند حضرتك لازم يكون عند حضرتك البرنامج
ودكتور الله يكرمه دكتور محمود بيقول انه هو عنده حساب تورنتين وانه هو يقدر يساعد الناس. جزاكم الله خيرا يا دكتور، انا اول واحده هجيله ان شاء الله. المواقع المجانيه غير دقيقه، دي حقيقه. المواقع المواقع المجانيه بتعتمد على ان هي عايزه يعني تجيب ناس يشتروا البرنامج، مش انها تبقى دقيقه. طيب قلنا الاستيلاء على العناوين. هبعت لحضراتكم قائمه اللي هي البريداتوري اللي بنسميها الانتهازيه، فيها كل انواع المجلات الانتهازيه لحد سنه 2018، اللي هي المجله وهي مقلده مجله مين الاسم، والاي اس اس ان اللي هو رقم التسجيل بتاع المجله الاصليه، عشان حضرتك ما ترجعش تقول انك نشرت في مجله وان انت متاكد منها. الاسماء ما بندخلش بالاسماء يا دكاتره، الاسماء وسيله بس، الاي اس اس ان نمبر هو ده الاساس بتاع حضرتك. اوكي. طيب المحتوى العربي، والمحتوى العربي بصراحه مظلوم شويه. في بعض التخصصات كالعلوم الاجتماعيه والانسانيات والعلوم الشرعيه تطلب النشر باللغه العربيه. في سنه 2012 تم دراسه لفحص 21,000 مقال من 239 دوله غير ناطقه باللغه الانجليزيه، اللي هي النون انجلش سبيكر، اللي هم غير ناطقين باللغه الانجليزيه. منشورين في مجله محكمه دوليه سكوبس، و 80% منها مكتوبه باللغه الانجليزيه. طب اذا كان التخصص اصلا مش باللغه الانجليزيه، تكتب بالانجليزي ليه؟ عشان يقدر ينشرها في مجلات دوليه محكمه. اوكي؟ طيب يبقى احنا عندنا رغبه في الجامعات العربيه ان يبقى في تعزيز للمحتوى العربي على الانترنت. ازاي نعزز المحتوى العربي على الانترنت اذا كان احنا ما عندناش طريقه نشر الابحاث باللغه العربيه على الانترنت او مش مشهوره قوي؟ عشان كده والتي تنادي به كثير من المنظمات والهيئات والمؤسسات الثقافيه العربيه، وكانت المبادرات في الحل التالي. ايه هو الحل؟ الحل كان انه نرد على التساؤل الاتي: ليس من حق المجلات العلميه العربيه الصادره من الوطن العربي ان تدرج ضمن مبادرات علميه او استراتيجيه تسعى للالتقاء بها بنفس اللغه العربيه؟ اوكي. عملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها معامل التاثير العربي. معامل التأثير العربي هو إيه؟ هي مبادرة تبنتها اتحاد الجامعات العربية تهدف إلى توفير تقييم كمي ونوعي لتصنيف المجلات المنشورة باللغة العربية. حطت المبادرات دي وتبنتها ونشرتها بنفس شروط ومواصفات المجلات الدولية الرصينة المحكمة، اللي هي المواصفات الإنجليزية للمجلات. أوكي. وقالوا انه في مجلات نشرت تبع او ادرجت في مشروع معامل التاثير العربي، وقالوا في كل دوله قد ايه كميه المجلات انتشرت في كل دوله بالاسماء. وهذه المجلات انا امتلك الداتا بيز بتاعها، لو حضراتكم عايزينها اي كان سند انا ممكن ابعتها لحضرتك، موجوده على النت. طيب في خطوه قالت ان من اوائل الجامعات في الوطن العربي، المجلات في الوطن العربي اللي تبع جامعات اللي هي مقرها جامعة الملك سعود، الجمعية الكيميائية السعودية بقت جمعية محكمة بتصدر باللغة الإنجليزية. التعامل المعامل التأثير بوصل لواحد، وريسنتلي أنا وصلني الجورنال أليرت اللي هو تنبيه الجورنال إن هي وصلت لواحد 1.8 معامل تأثير، ودور قوي، والمجلة دي من المجلات القوية اللي النشر فيها مش سهل. في النهاية أحب إن حضراتكم بس تبقوا تخلوا عند حضراتكم اليوزفل ريسورسز دي او اللينكات المهمه دي. احنا كلنا لازم نبقى عارفين ايه هو اللينك بتاع المكتبه الرقميه السعوديه، لانه بيفيدنا جدا. المكتبه الرقميه السعوديه تحتوي على اكثر من 3 مليون كتاب، وليها اكسس لكل دور النشر العالميه ببلاش، فبالتالي هي تعتبر كنز فعلا، كنز لا يقدر بثمن. المكتبه الرقميه السعوديه ربنا يديمها ويحفظها يا رب. عندنا الاي اس اي رانكينج ليست والامباكت فاكتور، ده تلاقيها حضرتك عن طريق هذا الموقع. نفس الموقع ليه الاسيسمنت اوف ريسيرش اند جورنال كواليتي از ويل از سوفت وير تو كوندكت سايتيشن اناليسيس، اللي هو الهارزنج، وده موقع الماني بس فيه ترجمه. سكوبس دوت كوم، لازم حضرتك دلوقتي ما دام عرفت اهميه سكوبس لازم حضرتك تعرف ايه هو
اوكي، ايه هي ازاي تدخل على السكوبس، ازاي تطلع الابستراكت والسيتيشن، الكالبس، الادريس والفون والايميل والويب سايت، اوف لارج نمبر اوف جورنالز از ويز ان انفورميشن بابليكيشن جايد لاينز اند ريفيو انفورميشن. كل دي مواقع حضرتك لما تدخل عليها هتساعدك تماما في انك توصل للمجلات اللي حضرتك عايزها. برجاء تكرم بارسال مجلات معامل التاثير العربي تحت امرك يا دكتور. حاضر حاضر عندي. انا وانا بقى بحضر المحاضره وصلت لها وحفظتها عندي. طيب دي مناقشه يا ريت حضراتكم بس نختم بيها. اذا لم يكن النشر العلمي شرط للترقي في السلك الجامعي، هل كنت تفكر في نشر ابحاثك العلميه؟ لو ما كانش مطلوب منا ان احنا نترقى بالنشر العلمي، هل كنا هنفكر ان احنا ننشر علميا؟ ايه راي حضرتك؟ نعم؟ نعم نعم وبقوة ما شاء الله. وأقوم بذلك، ربنا يديك الصحة يا دكتورة. نعم أوكي. حضرتك عايز تتواصل معايا أنا تحت أمرك يا دكتور، ما عندكش مشكلة. أوكي، أنا أعتقد أن النشر العلمي هو فعلا من مهامنا في السلك الجامعي، يعني أن حضرتك تنشر علمي، أن حضرتك عارف آخر المعلومات إيه، أن حضرتك عارف آخر المعلومات إيه، يبقى أنت مفيد للطالب ولنفسك أكتر من أنك تبقى قاعد أكتر من أن حضرتك تبقى قاعد ما أنتش عارف إيه what is the new in the science. موقع وأكاديميا أوركيد، حضرتك لو دخلت على الويب سايت بتاعهم اول حاجه هيطلب من حضرتك انك لو كنت نيو يوزر، هيطلب من حضرتك انك تحط لنفسك يوزر نيم وباسورد، وبعدين هيبعت لحضرتك على الايميل يقول لحضرتك ده الرقم التفعيلي او ده الرقم السري بتاع حضرتك، تدخل بيه وتفعل الويب سايت بتاعك او تفعل موقعك وات ايفر موقع حضرتك فين. أنا كده انتهيت من المحاضرة دي، شرفت بحضراتكم ويا رب ما كنتش طولت عليكم، ويا رب تكون فادتكم إن شاء الله بورقة وحتى بقدر بسيط. المادة العلمية هنشرها على الإيميل إن شاء الله. ألف شكر لحضراتكم، شكرا لحضراتكم، مشكورة، العفو. حاضر يا دكتور، هبعت لحضرتك إيميلي. جزانا وإياك يا دكتور، كتر خيرك كتر خيرك، وأسفة لو كنت طولت على حضراتكم، أنا بعتذر وبشدة. تحت أمرك دكتور منى. حاضر دكتور صادق، شكرا للعفو، ثانك يو. المادة العلمية إن شاء الله هتتوفر عن طريق عمادة البحث العلمي إن شاء الله، وإحنا بنشكرهم والله على إنه أتاحوا لنا الفرصة إن إحنا نتكلم مع حضراتكم.